والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، نستقبلكم اليوم ونشكركم بشدة على قبولكم وتشريفكم لدعوتنا، ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لخدمة الإنسانية جمعاء. نلتقي اليوم هدفنا جميعاً هو المصلحة العامة للإنسانية وإغاثة الملهوف ونصرة للضعيف، وحتى يتحقق كل هذا يجب أن نضع أيدينا بيد البعض كي نخطط سويا بالشكل الصحيح وننفذ خططنا بالفعل. فالنجاح لن يكون سليما دون ان يتواجد به شركاء عمل حقيقيون تربطهم قيم حقيقيه. لن اطيل عليكم في هذا الصباح، ولكن باسمي وباسم منظمه يو اف ار المهمه الموحده للاغاثه والتنميه في مكتب الاردن وجميع مكاتبنا في العالم، نرحب بكم جميعا واحترامنا لكم ووجودكم فخرا واسرارا لنا. ونبدا الان ان شاء الله بكلمه افتتاحيه مع الدكتور محمد الامير رئيس القناه المحليه. الكاميرا بس تجيبها لقدام، انا بطلع عندي مش بطلع لي مش عارف اعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله صباحكم بكل الخير. اخواني الكرام، اخواتي جميعا، يستضيف الاردن عدد كبير من اللاجئين يبلغ 757,000 لاجئ موزعين على 52 جنسية. هذول اللاجئين المسجلين مع اليو ان اتش سي ار، من ضمنهم 670,000 لاجئ سوري و 66,000 عراقي، وفي صومالي وسودانيين وجنسيات اخرى. حيث يستضيف الأردن ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنة بعدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة. تعد الأزمة السورية من أسوأ الأزمات الإنسانية التي عاشت العالم منذ الحرب العالمية الثانية، وخلفت هذه الأزمة دماراً شاملاً طال الإنسان والبنية التحتية والمنظومة الصحية والتعليمية وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى عدد كبير من القتلى تجاوز مئات البنوك ونزوح ولجوء السوريين بأعداد كبيرة. خلال العشر سنوات الماضية قامت المنظمات الإنسانية والإغاثية بتقديم حملة واسعة من الخدمات الإنسانية، والتي كانت في معظمها تقديم المساعدات المادية والغذائية، ما جعلها محدودة الأثر. اقتصر فاعليتها الزمنية على أيام أو أسابيع قليلة حتى نقوم ونقدم خدمات جديدة. والمتابع لمسار هذه الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في دول اللجوء يلاحظ غياب فلسفة التمكين عن البرامج الموجهة لهؤلاء اللاجئين، الأمر الذي يتطلب استمرار الحاجة إلى المساعدات، كون المساعدات المقدمة تعالج نتائج المشكلة ولا تتطرق إلى الأسباب. والمطلوب هو إخراج اللاجئين من عباءة في تلقي المساعدات وإدخالهم في صلب العملية الإنتاجية للدول المضيفة، ومن ثم تحويلهم من عبء اقتصادي إلى داعمين للتنمية الاقتصادية المحلية، وذلك من خلال إحداث التغيير الذاتي والمجتمعي، وأن تكون ذات أثر ملموس في بيئتهم المحلية. ويحدث ذلك من خلال تزويد الفرد بالأدوات والوسائل التي تمكنه من التحكم في مسير حياته، وتحوله من التلقي والاستهلاك إلى التأثير والإنتاج. ونحن في الهلال الأحمر الأردني نولي تمكين المجتمعات المحلية التي يتواجد فيها السوريين أعداد كبيرة من السوريين ببرامج التمكين التي تشمل اللاجئين السوريين وأيضا الأقل حظا من المجتمع المضيف. في هناك عدة تدريبات قدمناها في السابق لإخواننا وأخواتنا السوريين وأيضا للمجتمع المحلي، سأذكرها على عجالة.
التدريبات التي تم تنفيذها فن التفصيل والخياطه، تصفيف الشعر والتلوين، الاشغال اليدويه، صناعه الصابون، كروشيه، قش، قطيف، وصناعه الشمع. وتم تدريبهم على مبادئ التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والانستغرام حتى يتمكنوا من تسويق منتجاتهم بالشكل الصحيح. وكان في هناك ايضا دروس لمحور الاميه ومهارات استعمال استخدام الحاسوب والانترنت حتى تمكنهم من التواصل مع ابنائهم وعائلاتهم الموجودين في اماكن اخرى من العالم. حصص تقويه باللغه الانجليزيه تساعدهم فيما اذا تم اعاده توطينهم في بلدان اخرى، وايضا المطبخ الانتاجي لفن الطبخ والمعجنات والحلويات. لقد استهدفت هذه التدريبات تمكين السيدات والفتيات بمهارات تؤهلهن لايجاد فرص عمل افضل بهدف تحسين دخل اسرهن، وذلك بتقديم النصح والارشاد في اساسيات التسويق وكيفيه انشاء مشاريع صغيره اللي هي ميني بروجكتس. ونخطط حاليا لاستيعاب 5000 طالب لدراسه الدبلوم مع منظمه سويسريه وبالتعاون مع الجامعه الاردنيه في المجالات التاليه: صيانة الموبايلات، فن زراعة، تسويقا وانتاجا اللي هو اجري بزنس، الرعاية الصحية، ميديكال كير، وتكنولوجيا المعلومات، والتصميم الجرافيكي. الشباب اللي والشابات اللي بيلتحقوا بهذه الدورة ستكون لمدة عام واحد ويحصلوا على دبلوم من الجامعة الأردنية يصادق عليه من وزارة التعليم العالي حتى تكون أداة لإيجاد فرص عمل أفضل. ويتركني هذا إلى الشيء الأخير اللي هو ذكرته بأنه نحن نجتمع اليوم نريد أن نفكر بآليات جديدة لتمكين المجتمع السوري، ولكن كيف أن يتم ذلك دون وجود الدعم المالي؟ الدعم المالي ارتأينا أثناء الأزمة الإيرانية زيف المبادئ الإنسانية في الغرب، وكيف يتم تعامل اللاجئ الأوروبي مقارنة باللاجئ السوري؟ يعني هناك ازدواجية في معايير التعامل، واللاجئ السوري أو اللاجئ الأفغاني واللاجئ غير أوروبي لا يحظى بمثل هذه الامتيازات التي حصل عليها اللاجئ الأوكراني. كنت أتمنى بأن كل اللاجئين يحظوا بنفس هذه الرعاية اللي تقدم للاجئين الأوكرانيين، لانه هذا شيء غير مقبول في حركاتنا وفي الذين يعملون في المجال الانساني. يعني امر غير مقبول بان يتم معامله الانسان يعامل كانسان مهما كان لونه او انتمائه او دينه او عرقه او مكان اللجوء، مكان الذي اتى منه. نريد ان نحصل على دعم مالي. كيف يمكن ان نحصل على دعم مالي في ضوء ما يحدث عندما نرى في هناك ازدواجيه في معايير التعامل وغيره؟ اول شيء، كان تذكرون في عام 2016 في اسطنبول كان في هناك المؤتمر القمه الانساني، حيث تعهدت منظمات الامم المتحده وتعهدت المنظمات الدوليه ايضا بتخصيص ما قيمته 25% من اي شيء يتم جمعه لدعم وتوطين العمل الانساني. توطين العمل الانساني اي دعم المنظمات المحليه تستطيع ان تقوم بعملها على اكمل وجه. هذا الحكي من 2006. نحن الان في عام 2022 لم يتم يعني دعم المنظمات المحليه الا ب 2% مش 25%. فنحن نطلب بهذا الصدد بان يكون هناك اول شيء في هناك التزام اخلاقي. نطالب هذه المنظمات والامم المتحده الالتزام بتعهداتهم الماليه ودفعها حتى تمكننا من القيام بعملنا على اكمل وجه. والشيء الاخير اللي هو الاعلام. الاعلام اداه اذا احسننا استخدامها يمكن ان نستخدمها ونستعملها وتخدمنا في افضل وجه. ولكن الاعلام وايضا اللي حدث اثناء ازمه اوكرانيا كان اعلام مسلط، يعني الاعلام كان منحازا ولم يكن مستقلا.
تعملنا احنا في الهلال الاحمر الاردني ندوه للصحافه ورشه عمل، وسيتم هناك عمل ورشات اخرى، وكان عنوانها انسنه الصحافه. انسنه الصحافه يجب اول شيء ان نفكر بالانسان. يعني انا لا يهمني، ما يهمني انه والله هذا مو بيت، هذا مو بيت في غزه او احنا بدنا نعرف عندما تم هدم هذا البيت ما هي المعاناة الإنسانية التي تمت؟ الأشخاص اللي تأثروا، الأطفال اللي تأثروا من هدم هذا البيت، فنعطي الطابع الإنساني حتى نستطيع جمع الأموال بشكل أفضل. فهذه الأمور اللي يعني أي مشروع نقوم فيه إذا لم يكن لدينا أحلام متوفر بشكل جيد لا نستطيع أن نعمل أي شيء، هي تبقى أحلام وأفكار على ورق. أشكركم جميعا، شكرا لدعوتي لإلقاء كلمة في هذا الافتتاح، وإن شاء الله نتمنى لهذه الجلسة وهذا الحوار نقاش مثمر وموفق. أتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. إذا كان صوتي مسموع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصورة. صوتي مسموع؟ صوت بس الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يطمن. بالضبط كتابي العزيز رب العالمين. أدوى ولا تعاونوا على وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل كلمة فاضلة أجر، وقال أيضا إن الله كتب الإحسان على كل شيء. بداية جزيل الشكر إلى مبتدأ العمل الإنساني العالمي ومنظمة المهمة الموحدة لإدارة التنمية، وإليكم ضيوفنا الأعزاء جميعا على هذه الدعوة الكريمة في هذه الورشة المهمة، والتي نسعى فيها جميعا إلى دعم تمكين الشعب السوري. فالاستثمار في الإنسان يعتبر الأداء الأفضل لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية. قديما كان وضع اللاجئين يعتبر نتيجة قصيرة الأجل للنزاع، أما في عصرنا الحالي فقد أصبح وضع اللاجئين الذي طال أمدها هي القاعدة الاستثناء، وأصبح نسبة عن مقيمات وجود يتجاوز عمرها 30 عاماً كمقيم الدادات في شمال شرق كينيا الذي يقيم في عام 1991 اللاجئين الصومالي. هذا بخلاف زيارة عدد الدول التي يضطر شعبها للجوء بسبب الأزمات وعدم الاستقرار كأفغانستان وهي والعراق وسوريا وفلسطين واليمن والصومال وغيرها الكثير من إن عدد البلدان التي تعاني من صراعات عنيفة هو الأعلى في 30 سنة الماضية، حيث وصل عدد النازحين قصراً جراء الصراعات والحروب العنف والاستعمار في عام 2021 أكثر من 89 مليون شخص حول العالم، شيء زيادة قصر 8% عن عام 2020. كما ارتفع عدد اللاجئين إلى 27 مليون لاجئ، مما زاد الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير جداً. وأصبح أوضاع النازحين واللاجئين الذين يعيشون في المخيمات وحياة حقيرة تتكل إلى الاحتياجات الأساسية للعيش بكرامة، وفي ظل هذه الأوضاع لا يوجد فرص تسد العيش المستدام ولا إمكانية للحصول على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وبالتالي يشكل الوضع تحديا إنسانيا ويقدم ما يمثل تحديا إنسانيا. يعتبر اليوم موضوع الورشة الخروج من ضيق الجمود إلى رحاب التمكين والتمسك بآمالنا وأحلامنا من أجل مستقبل أفضل للشعب السوري بشكل خاص والمجتمع الإنساني بشكل عام. إن إيمانكم كعاملين إنسانيين بالدور الذي تقومون به سوف يضمن بإذن الله القدرة على إحداث تغيير في منظومة وبيئة العمل الإنساني،
فقد فرضت علينا التحديات التي شنها علينا اليوم إلى أن يكون التميز شرطاً أساسياً للبقاء والتطور والخروج من ضيق الجنون إلى رحابة الكثير. الكثير من المنظمات الإنسانية وللأسف لا شديد لا توجد سوى القليل من الاهتمام بمخزوننا الهائل نوع استثمار البشري، حيث يتم التركيز كل الاهتمام على الاستثمار التقليدي وتقليل المساعدات المادية والمعنوية فقط. إن المجتمعات تعيش فقط على المساعدات والتبرعات لن تكون قادرة على تقدم البناء وتحقيق التنمية وتمكين الإنسان. ولذلك نسعى في هذه الورشة بمشاركة الخبراء والباحثين وجميع أصحاب المصلحة إلى رصد ودراسة المشاكل والتحديات التي تواجه مسألة تمكين اللاجئين السوريين للعيش في الكرم. كنت أتمنى أن أكون معكم في هذه الورشة، ولكن ظروف العمل التي أجبرتني على أن أخاطبكم من بعيد أود أن أطرح مجموعة من التساؤلات والقضايا حول المحاور الأساسية للورشة التي ستناولونها، وهي أربع محاور رئيسية للإجابة على عدد من هذه التساؤلات التي تدور في الأذهان والتي أرجو أن تكون ضمن مخرجات ورشتكم هذه. فعند طرح أثر ظهور التمكين المجتمع السوري في ظل الأزمة الحالية نسأل عن على منطقة السورية، وما هو دور المنظمات الإنسانية في تمكين اللاجئين نفسياً اجتماعياً واقتصادياً؟ كيف يمكن تمكين المجتمع السوري من خلال تعرفة الموارد واستدامتها؟ ما هي سبل التوظيف القدرات المجتمعية في الحد المناصر قضاء اللاجئين؟ هل البحث عن الشراكات وبناء الشراكات والتحالفات بين مختلف القطاعات تكون بشكل كافي؟ وعندما نتحدث عن مرة ثانية تحديات وفرص تمكين المجتمع السوري، ما هي مخاطر الاعتماد على مصدر تمويل واحد؟ كيف ننظر إلى انضمام قيمة المساعدات الإنسانية المقدمة من المانحين؟ ما هي البدائل المتاحة لتنوع مصادر التمويل والتمكين طويل الأمد؟ كيف نحصل على دعم المانحين غير التمويليين ومصادر التمويل للجيل؟ كيف نتغلب على إشكاليات وعوائق الانضمام؟ وعندما نتكلم عن المحور الثالث آفاق، ما هي أهمية آفاق تمكين المجتمع السوري لمناصرة قضايا الإنسانية؟ هل نستخدم أدوات وأساليب المناصرة المناسبة خصوصا على المستوى الدولي؟ هل تأهيل اللاجئين من خلال الدمج أو التدريب المهني ضمن خططنا؟ مدى السعي لدمج المسؤولية المجتمعية ضمن البرامج التنموية التي نقدمها؟ مدى التحول من الأعمال الخيرية القصيرة مدى الأعمال الاجتماعية المستدامة؟ وأخيرا المحور الأخير، لا يجب أن ننسى الأولويات. ما هي خططنا؟ ما هي الخطط والاستراتيجية الممكنة لتحقيق الاستدامة وتطلبات المرحلة القادمة؟ كيف يمكن استخدام أو تطوير الدفترات القائمة لتتناسب مع المرحلة القادمة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة؟ هل تتناسب القدرات والإمكانيات لدى المنظمات الخيرية مع متطلبات المرحلة الحالية وتحديداتها، وكيف يمكن تطويرها؟ هل توفر الميزانيات المتعلقة بالدروس المستفادة من التجارب والتقديم للعمل القادم؟ حكمة المؤسسات هل هي ضرورة حتمية أو رفاهية؟ توطين المنظمات الخيرية والجهود التي تبذل في هذا الجانب، التغيرات المناخية وآثارها الأوضاع الاقتصادية والأزمات الدولية وما مدى تأثيراتها على خططنا المستقبلية. شكرا لكم جميعا وشكرا لتحت الفرصة لي لألقي هذه الكلمة، وأخص بالذكر هنا أستاذي الفاضل الدكتور علي البنا الذي دائما ما يحمل هم هذه الأمة والعمل الإنساني ومساعدة المحتاجين في كل قطاع الأرض، وصاحب هذه المبادرة بإقامة كل هذه الورش النوعية. فجزاه الله خيرا عنا وعن المسلمين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. شكرا جزيلا أستاذ محمد. والآن مع كلمة دكتور هاني البنا. يا الله. طبعا من العيب ان انا اتكلم بعد استاذنا
دكتور محمد الحديد وأستاذ للإنسانية والبشرية كلها. بشكر أخونا محمد الغامدي، فقدناك النهاردة محمد، سيكون معنا طبعا. كل ما قيل يعتبر يعني أساسيات العمل، اللي هو العمل الإنساني واللي هو الحيادية الإنسانية. الحيادية الإنسانية اللي اتكلم عنها الدكتور الحديد، وتدريب المتميز للجمعيات من أول يوم. فأنا هتكلم عن أكمل يعني ما تقدم به إخواني في هذه العجالة. وهنا أخواننا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر موجودين. نظريتنا احنا في العمل إن في أول يوم من حدوث صراعات مسلحة لابد أن يقسم الهيماتيك ريسبونس فاند إلى جزئين. كان ده بنقوله من يمكن 6 أو 7 سنوات، حتى قبل مؤتمر الحمى الإنساني كان بيتكلم عنه الدكتور محمد هيد. معناها ايه؟ 70% من المال يكون للعمل الإغاثي التقليدي، اللي هو الأكل والشرب والنوم والدواء، و 30% لبناء المجتمع. وده ما حصلش إلى الآن، وفي سياسة إنه ما يحصلش، عشان نحول شعب زي الشعب السوري بعد ما كان شعب منتج إلى شعب مستهلك أو شعب مستهلك. للأسف وده حصل فعلا، وده طبعا مهم جدا إن احنا نجعل لنا لوبي أو أدفوكسي زي ما بيقولوا عليه، أو مناصر زي الناس تتكلم، علشان من أول يوم في حدوث هذا تتغير السياسة بتاعة الصرف اللي هو بتاع الهيماتيك ريسبونس 70 و30%. نمرة واحدة هتكلم عن كذا نقطة أخرى. أنا بشكر الوطن أو الحكومة الأردنية على استضافة هذا الكم الهائل من اللاجئين، وهنا بنتكلم على مضيف، فلابد أن يكون الضيف عمله يتكامل مع رؤية المضيف. بمعنى في كل مؤسساتنا السورية اللي موجودة هنا هو رؤية للتكامل، في كل مؤسساتنا الأردنية كذلك رؤية للتكامل، لان احنا بنعيش في مناخ صعب جدا. مناخ اللي احنا عايشين فيه هو مناخ قد ينبئ بحرب عالميه ثالثه والعياذ بالله، مناخ فيه ازمه اقتصاديه طاحنه تؤثر على البلاد كلها، في ازمه في الوقود، في حرب في اوكرانيا، مش عارفين احنا وصلنا لفين. كل هذه الاشياء تجعلنا نركز على الوطن اللي احنا عايشين فيه. الوطن اللي عايشين فيه ده هو أهم شيء نعمل من أجله. وبالنسبة للجماعات السورية أن تكون جزء من بناء النسيج الوطني الأردني. وأنا بقول في مشروعين مهمين اتكلم فيهم الدكتور حديد واتكلم فيهم أخونا محمد، اللي هو مشروع التنمية الأسرية، ومشروع السوق المحلي، ومشروع اللي هو التعليم البديل. دول ثلاث مشاريع نتكامل فيهم مع المجتمع الأردني، بحيث ان التنمية الأسرية والإنتاج السوري للعائلات يتكامل مع بناء الاقتصاد المحلي اللي هو النون تراديشنال. احنا بنتكلم الاقتصاد الغير رسمي، في اقتصاد رسمي للدولة، لكن في اقتصاد غير رسمي قد يصل ل 50 أو 60% من اقتصاد الدولة. ده الجمعيات السورية بتركز في التكامل مع العمل مع الجمعيات الأردنية. الجمعيات الأردنية عندنا يعني شيء مهم جدا، ان لو العالم خرج لهذا الصراع اللي احنا ليس لنا فيه لا نقوى ولا جمل، يبقى اهم نقطه بنتكلم عنها هي نقطه الوحده الوطنيه. انا مش بتكلم دلوقتي على القضيه السوريه فقط، انا بتكلم عن رؤيه اخشى انها تحدث والعياذ بالله، اخشى ان المؤشرات كلها بتتحدث عن ايه؟ بتتحدث عنها كيف ممكن، وبعد ذلك أولا دي بدأت الحرب العالمية الثالثة والعياذ بالله. هنا الأصل هيكون اللي هو المحافظة على وحدة الدولة الوطنية الأردنية في كل هذه التغيرات السياسية والعسكرية والاقتصادية. لابد أن يكون لدينا رؤية تتكامل مع الهلال الأحمر
واذا كان مع مؤسسات الدوله الفدرالية، لان اغلى شيء حيكون عندنا دلوقتي مش جمعيتنا، مش مذهبنا، مش فكرنا، مش فلسفتنا، وطننا. لابد ان ندافع عنه دفاع مستميت لكي يبقى لحمه واحده. حذاري ان احنا نخرج وعندنا يعني في وقت هذه الازمات ستكثر الشائعات، وسيطلع يخرج عنه المتنطعين والرويبدات كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ينافقون شيئا ويفتون في كل شيء. فانا في الاساس في هذا. والنقطه الثالثه لتكامل الرؤيه بين المؤسسات السوريه والمؤسسات الاردنيه في بناء هذه المحافظه على هذه الوحده الوطنيه، لان اعداء الوطن دائما ما ياتوا للاطراف. لما كان ابن خلدون بيتكلم عن دائما التغيرات والثورات والقلاقل تاتي من الاطراف، قد ياتي اعداء الوطن الى هذه الجموع الحاشده من لاجئين وغيره عشان ينفذ، فلابد يكون فيها تكامل بيننا وبين المؤسسات الوطنيه الاردنيه، علشان العصر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والمناخ اللي عايشين فيه دلوقتي في منتهى الصعوبه ان يستمر دون ان تحدث فيها الذات لدول كثيره، حتى انهم بيقولوا في دول قد تختفي ودول تظهر مره اخرى وحدود تتغير الى اخره. فبنتكلم عن عمل انساني اللي استاذنا فيه الدكتور محمد الحديد تكلم فيه باسهاب، وكيف ان فيه يعني ديسكريميشن، يعني تفرقه ما بين اللاجئ الاوروبي واللاجئ غير الاوروبي، وشفناها بمنتهى الصراحه. يعني في بريطانيا في بتنزل المطار في اي مطار بتلاقي في ديسك كده قاعدين الاوكرانيين، فانا بقى هزرت معاهم كده، دخلت على البنات اللي قاعدين على الديسك ده، قلت لهم انا اوكراني، بصوا لي كده لا انا اوكراني. فطبعا يعني ايه؟ لما ليه اوكراني؟ اوكراني مهاجر يعني. في الاخر قلت لهم انا بهزر معاك يعني، طبعا ليه؟ لان طبعا في كل شيء يعني في تسهيلات بدون ما اتكلم يعني دكتور حقيقي ايه؟ اسهل. فطبعا المفروض في العمل الانساني يكون في الحياديه ده معايير الانسانيه للجنه الدوليه للسد الاحمر والامم المتحده، الحياديه وعدم الانحياز مش مطبقه خاصة في هذا المجال اللي احنا بنشوفه دلوقتي. أنا أشكركم جميعا، وأنا آسف إن أنا خرجت عن الموضوع، إن أنا يعني للأسف يعني عايش في الهم ده، هم المندسين وهم أعداء الحريات وأعداء الإنسانية اللي بيندسوا في وقت فعلا احنا بنواجه والعياذ بالله أزمات اقتصادية وفي الوقود وحروب إلى آخره قد تزلزل كثير من الدول. شكرا وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الزميلات الزملاء، راح نبلش حاليا بالفعاليات هذه الورشه التشاوريه، وهي تكون على ثلاث جلسات متواصله، كل جلسه فيها ثلاث محاور. عندنا بكل محور نصف ساعة، حاليا راح نبدأ بالمحور الأول وراح يقدمه أو يكون بقيادة الدكتور أستاذ الدكتور سامي الخصاوي بخصوص أثر جهود التعليم والتدريب المهني، بس يعني راح نحاول نحافظ على نصف ساعة لكل محور عشان الوقت. أستاذ الدكتور سامي الخصاوي تفضل. كيف احنا دكتور يعني ممكن من وين او من مكانك؟ لا خليك هنا احسن عشان الكاميرا. من هنا؟ تفضل دكتور. وقوفا وقوفا يعني يحتمل واحد شاب زي دكتور ما شاء الله عليك دكتور انت ابو الشباب. واحد مسن حالات ساعه ونص حتدل عليه. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك العافيه. الله يعطيك السلام عليكم وصباح الخير. عليكم السلام. هلا الجلسة الأولى اللي هي في ثلاث
ثلاث مجموعات متوازية تناقش كل منها أحد المحاور، المجموعة الأولى والمجموعة الثانية والمجموعة الثالثة، هذه ساعة ونص كلها دق يا دكتور عهد الشيخ. الأخت تعطيها ربع يا ونعطي نصف ساعة لكل مجموعة. نعم. ساعة هلا 10:15 يعني معانا للساعة 11:50 إن شاء الله. أرحب بكم كل الترحيب وأستريحكم عذرا، يعني هذه مهمة أوكلت إلي الحقيقة، أنا معرفتي في الإطار العام وفي الموضوع الحقيقة معرفتي هي بحدها الأدنى حتى لا أعلم إلا القليل عن الجمهور، لا في الشكل ولا في المحتوى. كل ما أعرفه أننا نناقش أمرا يتعلق بسوريا، بالمشكلة السورية، لكن التركيز على الجانب الإنساني، على الجانب الإنساني في القضية السورية. أنا لا أكتبكم بكل الصراحة والوضوح، أنا يؤرقني ويؤلمني التركيز على البعد الإنساني في القضية السورية. عندي إحساس أو عندي تقدير قد أكون مفتعاً، وعلى الغالب أكون مفتعاً، إنه القضية السورية وهي قضية بالأساس قضية سياسية بالدرجة الأولى، وقضية سياسية من المفهوم المطلق شكلاً ومضموناً، تحولت بقصد أو بغير قصد إلى شكل إنساني، وهذا الشكل الإنساني عماله يستمر، وهناك معززات لهذه الاستمرارية. لأسباب مختلفة لا أريد أن أذهب فيها. على أي حال الآن نبدأ في الحديث في التركيز الأول اللي هو أثر جهود التعليم والتدريب المهني والصحة والمياه والإصلاح المقدمة إلى اللاجئين السوريين. في حاجة بتقدم ورقة حول هذا الموضوع ولا بس يعني نفتح الباب للنقاش؟ نقاش. في حدا بحب يبدأ؟ أنا في يوم من الأيام كلفت من قبل المركز الإقليمي لليونيسف في الأردن ومركز أكاديمية الملكة رانيا لأن أقوم بدراسة عن أوضاع التعليم للأطفال السوريين اللاجئين في الأردن وفي سوريا، وفي لبنان وفي تركيا وفي العراق وفي مصر، وكان لي مستشارين مساعدين في كل من هذه البلدان، وعملنا دراسة تتعلق بأوضاع اللاجئين. الحقيقة لا أريد أن أفجعكم، لأنه لا يوجد ظلم في الدنيا أكثر من الظلم الذي وقع على السوريين، على اللاجئين وعلى الأطفال السوريين. لا أعلم ما هو المنهج الذي كان مطبق عليهم، اللغة التي يخضعون لها، المنظومات القيمية التي يتعرضون لها، المنظومات الاتجاهية إلى آخره، اختياراتهم الشخصية هي في حدها الأدنى أو في حدها الأعلى. على أي حال هذا بس مقدمة استفزازية لمن يحب أن يشارك في هذا المجال. تفضل بس عرفنا من أنت، وبعدين أوجز من منطلق انه يعني الموضوع الحقيقه الموضوع كثير هيك ضيق الوقت. طيب الله يمسيكم بالخير سيدي، انا دكتور زايد حمام، تعرفون متخصص نوعا ما بالشان السوري، وما ذكره يعني ضيفنا الكريم في موضوع التعليم، يعني انا اظن انه التعليم السوري بالاردن مر بعده مراحل. المرحله الاولى انه كانت هناك صعوبه بالغه من قبل إخواننا اللاجئين السوريين أنهم يتأقلموا مع المنهاج الأردني، ولذلك كانت هناك صراع كبير ما بين وزارة التعليم الأردنية وبين بذلك الوقت إخواننا السوريين، أنه الطلبة السوريين بذلك الوقت كان يجدوا صعوبة بالغة بفهم المنهاج الأردني، وبدأ عمليات التغيير بشكل بسيط. بعد ذلك يعني صارت، أنا بحكي لك يعني من البداية، صار بعدين دمجوا هذه الأمور، وبعد ذلك أصبح الطالب السوري يأخذ دروس تقوية ويتم اهتمام فيه بشكل كبير جدا حتى يستطيع يتأقلم مع المنهاج الأردني. والآن أظن أغلب الطلبة السوريين في عندهم أغلب الطلبة السوري عشان الصوت كم خليك المايك.
صباح الخير دكتور، كيفك؟ صباح الخير. الان اغلب الطلبه السوريين حسب معرفتي انه موجودين في المدارس وفي اللي هي الفترات المسائيه، ولكن انت ذكرت حضرتك بس الجوهريه، اتمنى انا مش وقت الان يمكن الاخوان، ولكن انا اعتقد يعني كلمه جوهريه ذكرتها في بدايه حديثك، انا اعتقد انه الجانب الانساني فيما يتعلق بالازمه السوريه مقرون بنسبه 100% بالجانب السياسي. ما ينتج عنه الجانب السياسي يتم تفريعه ودبلجته من الجانب الإنساني. وللأسف احنا عمالنا بنتابع عن كثب ما يحدث الآن داخل تركيا وداخل الأردن فيما يتعلق بالجانب السياسي بعودة اللاجئين، وهذا أمر على فكرة خطير جدا، لأنه أصبح اللاجئين السوريين بالأردن وبلبنان وتركيا الآن ما عندهم رؤية واضحة. هذا قد يكون يعني مش بصميم موضوعنا، ولكن أنا أتحدث عن موضوع التدريب والصحة. أنا كناشط العمل الإنساني وكرئيس جمعية بشكل يومي يأتي للجمعية إخوة سوريين، للأسف الشديد أنا بتكلم بمنتهى الشفافية ومسؤول عن كلامي، أغلب المنظمات الدولية والمجتمع الدولي تخلى عنه. يعني لما أتكلم الآن عن لاجئ سوري عنده مرض السرطان، هناك الكثير من الإخوة السوريين ما في عندهم علاج. العلاج أنه بقول لك أنت تعامل بالمستشفيات الحكومية كأنك مواطن أردني قادر على الدفع، وأظن هذه فيها مشكلة كبيرة. لا يستطيع اللاجئ السوري الآن يدفع تكاليف العلاج، وأنا بتكلم بمنتهى الدقة والحرقة أنه أنا بعرف لا يقل عن 100 أو 200 لاجئ سوري داخل المملكة الأردنية الهاشمية ماتوا أمام أعيننا، لأنه ما في جهات تكفلت وتطوعت أنها تدفع لهم العلاج. وآخرهم في عندي مريض الآن عنده سرطان بالحنجرة، ما في جهة قادرة تدفع له بالشهر 60 دينار او بالجلسة 60 دينار على اساس يعالج. ولذلك انا اقول بمنتهى التجرد والشفافية انه اللاجئين السوريين من الناحية الصحية عندهم ازمة كبيرة جدا جدا جدا. الادوية والعمليات والامراض المزمنة، واللي بده يسوي عملية قلب الان بده يسوي عملية قلب مفتوح بده يكلف 8000 ل 10000. انا ما شفت منظمات تطوعت وانبرت وقالت انه اي عمليه لها علاقه بهذا الموضوع احنا جاهزين نتكفل. قد يكون هناك افراد او منظمات او جهات بشكل شخصي، ولكن انا لما تيجي تسالني اي اخت سوريه او اي اخ سوري بدي اعمل او مريض سرطان وين مبلشه، ما في. المفوضيه مع كامل تقديرنا واحترامنا يعني كانت في البدايه بمراحل، انا عاصرت المراحل كلها، الان وصلت لمبالغ بسيطه وقد يكون يعني العمل الان بسيط جدا. انا اطالب انه يكون هناك عمل انساني، والعمل الطبي انا وجهه نظري له اولويه قصوى، التعليم هذا لا شك فيه، ولكن المعاناه الانسانيه للمريض السوري لما يجي ومش قادر يدفع ثمن جلسه 60 70 80 100 دينار، هاي مصيبه انسانيه. دكتور ارجى ان تتوقف عند هذه الحديث. شكرا. الوقت ضيق جدا. انت ذهبت في تركيز الى الجانب الصحي. صباح الجانب التعليمي يعني ذكرت انت ملاحظه، ارجو ان تسجل في حدا دكتور هاني. ملاحظات في حدا وقت ملاحظات. النقطة الأساسية، النقطتين الأساسيتين اللي ذكرهم هي المؤسسات الإنسانية الدولية العالمية أخذت تتراجع عن تقديم المساعدات الإنسانية للاجئ السوري بالأردن، وذكر نقطة أخرى اللي هي يعني كثير من السوريين يتشكعون وراء العلاجات الصحيحة. أنا شخصيا قدمت شكاوى باسم لاجئين سوريين للقضاء الصحي إلى الهلال الأحمر الأردني الحقيقة، ومشكورا تبنى مساعدتهم واجرت لهم عمليات من قبل يعني من قبل الهلال او من يتعاملون مع الهلال. بدي ايجاز، تفضلي. صباح الخير دكتور، انا ريم خالد، اشتغلنا سويا سابقا. لا المايك مش شغال على فكره. مش شغال؟ سامعينك بدون مايك. عندها الصوت. صباح الخير دكتور فواز، كيفك؟ شو اخبارك؟ كل هالصوت ومش سامعني، هلا هيك احسن. صباح الخير، انا ريم الخروف، تزامنت انا والدكتور في مشروع سابق وزاره التربيه والتعليم. كنت عندنا في الجامعه الاردنيه؟ لا انا مش امل، انا ريم. امل. انا ريم لوزاره التربيه. ريم انت انا هلا مدير مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجره القصريه في جامعه ديالمو.
أنا بدي أحكي شغلة بس عذرني أخي الكريم. بتفضل الحديث، بحب أعرف اسم حضرتك. أنا مشارك معاكم دائما بالمؤتمرات. أهلا وسهلا دكتور زايد حماد غيث. أهلا دكتور زايد، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك. معروف دكتور، بس أنا للأسف ما تقابلنا ولا مرة من لما صرت أنا مدير المركز. أهلا وسهلا الله يرضى عليك دكتور. أنا ما بقدر أقيس على وضع السوريين في تركيا وفي سوريا على وضعهم في الأردن. السياسات مختلفة من دولة إلى أخرى، حتى التوجه السياسي الآن الموجود في لبنان وفي تركيا نحو اللاجئين غير التوجه السياسي الموجود في الأردن. إحنا نسعى لعملية الإدماج وإعطاء الفرصة للاجئين، كون إنه الدولة الأردنية طول عمرها بيت مفتوح لكل العرب. التوجه السياسي هو الإدماج وليس التوطين. يمكن يوافقني هذا الدكتور إنه إحنا نعتبرهم كفرصة وليس كعبء. إحنا مشكلة في الأردن، أنا بحكي عن الأردن، ما بحكي عن النظام في لبنان أو النظام في تركيا، موضوع مختلف تماماً. إذا قرأنا الصحف والإعلام والإجراءات مختلف تماماً. فبحكي أنا عن الأردن. إحنا مشكلتنا في الأردن في مع قضايا اللجوء السوري، كونه هو محور الحديث، هي التزامات المجتمع الدولي في نحو اللاجئين. أنتوا أكيد راجعت الصحف في خطة الاستجابة، وبعد تقييم المرحلة الأولى من خطة الاستجابة اللي الآن عم بيعملوا للثلاث سنوات القادمة وزارة التخطيط الاستجابة مع جميع الشركاء والمعنيين للوقوف على نقاط الضعف اللي كانت موجودة، ليش ما طبقت سواء في قطاع التعليم أو الصحة أو الثقافة أو العمل أو كل القطاعات، كل السكترز اللي إحنا بنعرفها. كانت المشكلة هي بعدم الإيفاء بالالتزامات. الالتزامات اللي وصلت للأردن من المجتمع الدولي هي 10% مما كان مخصص بالموازنة لتطبيق خطة الاستجابة. القضية الأخرى راحت كلها في قضايا كبستبلدينج اللي هي رفع قدرات، ورش تدريبية وغيره، وتوزعت لوسائل نقل ومواصلات. أنا بحكي كم الأكبر اللي هي لوسائل نقل ولمدربين ولمتدربين بدل نفقات تدريب. وهذا موثق عنا في دراسات، إذا تدخلوا على مركز دراسات اللاجئين موثق في دراسات من المعنيين ومن حتى اللاجئين أنفسهم. قضايا اللي هي البنية التحتية، قضايا اللي هي الانفستمنت في البنية التحتية أو الانفستمنت الاقتصادي لاستثمار هؤلاء والبناء في الهيومن كابيتال في الموارد البشري، هذا ما توجه له. ما في برامج لا في فتح مدرسة ولا في فتح مستوصف ولا بإنشاء مشاريع ريادية للاجئين واستثمار مهاراتهم، بالذات المهارات التقنية الموجودة عند اللاجئين في مشاريع ريادية إنتاجية لمبدأ الاستدامة والإدماج. حتى في موضوع التعليم العالي يعني إحنا كان عندنا راوند تيبل بالشهر الماضي مع اللاجئين أنفسهم. هلأ في أول شيء إنه إحنا نحكي نشتغل على الثقافة. ثقافة في المجتمع السوري تختلف عن الثقافة في المجتمع الأردني. المجتمع الأردني الواحد بيبيع بيته وأرضه وسيارته وماله وحاله عشان يدرس الأولاد. السوريين عندهم كلتشر، مع احترامي يعني هذه ثقافة، يعني ما في شيء صح وما في شيء غلط. الثقافة اللي حكولنا فيها الأولاد السوريين الأردني موجودين في التعليم العالي، قالوا لنا في عدة أمور. أولاً إنه الثقافة إنه إحنا من نروح الأهل بيركزوا على المهنة، الصناعة والمهنة والتجارة، هم بيركزوا على هذا العملية. القضية الثانية دكتوري هي زواج المبكر للفتيات. القضية الأخرى إنه هي إذا حتى بدهم يوصلوا للتعليم العالي أو بدهم يضلهم في المدارس بيحاولوا يركزوا على الذكر بعد 10 سنين من مخاطبة المجتمع الأردني وتوجه للتعليم أو للصحة. هلأ كمان في البوليسي تبعت الأردن إنه الصحة اللي هي المستوصفات الحكومية والمستشفيات الحكومية هي مفتوحة للاجئين زيها زي أولاد البلد. فشكرا لك، انا هيك بكون انهيت. يعطيك العافيه. شكرا. اذا انا اتمنى نقطه واحده اعطيتي وضعتي فيها شيء من التركيز، اللي هي الجانب الثقافي. التربيه عمليه ثقافيه، والبناء الثقافي للانسان هو بناء الانسان ذاته، بناء انا خبراتي مع الاطفال السوريين هم قمه الذكاء والوعي بالمناسبه، هم وابائهم وامهاتهم وخاصه الامهات
الحقيقة إلى أي مدى المنظومات التربوية التي تقدم إلى اللاجئين، إلى الأطفال السوريين في الأردن أو في غير الأردن for that matter، الحقيقة تأخذ بعين الاعتبار التكوين الثقافي لهذا الإنسان، البعد السوري لهذا الإنسان، التكوين الثقافي السوري تكوين غايب الاتساع والامتداد التاريخي والامتداد الإنساني، ويتجاوز كثير من الثقافات الفرعية في كثير من بلدان الدنيا. أنا من استنتاجاتي أن المنظومات التعليمية التي تقدم للسوريين الحقيقة في أي مكان لا تأخذ هذا الجانب، لا تعطيه الأهمية الكبيرة. هذه النقطة اللي أرجو أن يعني تذكر في التقرير. تفضل يا أستاذ. أشكرك على هذه الفرصة. أنا الدكتور مندر الحاج حسن، مدير مكتب قطر الخيري في الأردن. الحقيقة أنا ما بدي أناقش الخدمات أو ماذا يحدث في كل بلد. القضية السورية هي قضية سياسية بامتياز، هذا أولا. ثانيا، مع بداية الأزمة السورية كان هناك اعتقاد بأن الأزمة لن تطول إلى ثلاث إلى أربع سنوات، لكن إحنا الآن نتحدث عن 12 سنة. القضية المهمة اللي إحنا بنواجهها في القطاع الخيري بشكل عام، بأنه لا يوجد هناك دراسات أو لا يوجد هناك إجماع على طريقة التدخل والتعامل مع الأزمات الإنسانية. يعني في بداية الأزمة السورية هبت الجمعيات الخيرية من مختلف أنحاء الدول، سواء كان عربية أو إجنبية، وبدأت يعني بالإنفاق الغير مبرمج وموجه، فصار في إنفاق الحقيقة فائض عن الاحتياج وفي اتجاهات مختلفة. ما يعني الكلام اللي تفضل فيه الدكتور بخصوص انه فعلا يجب ان يكون هناك توجه بنسبة على الاقل 30% نحو الثقافة ونحو أنسنة العمل الانساني والنظر. فصار التوجه انه والله كيف بدنا نعطي طرود غذائية، كيف بدنا نعطي كربونات شراء ملابس، كيف بدنا نعالج الصحة، وضاعت. بعدين بعد كم من سنة بدأت العملية يعني تضعف شوي شوي، صارت الجمعيات الخيرية تنسحب. أنا بعرف أنا بعرف إنه في مثلا مخيم الزعتر الآن لا يوجد مستوصف عامل سوى مستوصف واحد، بقية المستوصفات الصحية تعمل بلو بروفايل مثل ما بقول، بأقل المشاكل. ليش؟ لأنه خف الإنفاق. فإحنا الحقيقة يجب أن يكون هناك يعني ابتداء في أي أزمة، سواء كانت السياسة الأزمة السورية أو غيرها، ما تدري الآن في عندنا يمنية وعراقية ومش عارف إيه، وتحت هذه المسميات بدأ يطرف الاهتمام بالسوريين. لابد أن يكون هناك دراسات ممنهجة حول كيفية التدخل. أنا شخصيا حول كيفية التدخل وتوجهات التدخل والعمل على سياسات التدخل. نعم، يعني مثال لبنان كانت ترفض بتاتا طيب أرجو أن تتوقف عند هذه النقطة الحقيقة، ويسجل لك أنك يعني تقول أنه في لا توجد سياسات يعني استراتيجيات أو خطط أو برامج يعني تسهل توفير التعلم والتعليم والتدريب للسوريين، فبدنا دراسات. أشكرك. يعني احنا الان غايب الاهميه، يعني احنا الان نعاني نتيجه ما يعانيه السوريين هو نتيجه غياب السياسات. لا تفضل فوق يا دكتور. تفضل استاذ. السلام عليكم. نحن سامعينك يا دكتور. حاضر سيدي. فواز المزرعاوي جمعيه المركز الاسلامي. انا صحيح يعني جلبني اسم الموضوع حتى نركز في صلب الموضوع. يعني احنا بنحكي لما بنحكي عن الاثر لازم يكون في قاعده معلومات عندنا معروفه عن ماذا قدم ومن قدم خلال الفتره الزمنيه من اجل ان نقيس الاثر الموجود. هذا انا بعتقد قضيه مهمه جدا احنا بحاجه لتاكيدها. احنا لما بنحكي اثر لازم نكون عارفين. انا بدعي انه خلال سنوات العشر الماضيه من عمر الازمه السوريه في جهود كبيرة قدمت في الإطار العام للأزمة السورية، ولا أدل عن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية والجهود اللي بذلتها المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية.
فأنا أعتقد فهمنا لما قلتم هو اللي بيسألنا أو وقودنا للبحث عن الأثر. يعني الحديث مثلاً عن التدريب المهني، أنا أعتقد مؤسسة مثلاً مثل الغرير في الإمارات العربية المتحدة اشتغلت على موضوع التدريب المهني وتعاونوا منظمات دولية مثل يونيسف مع ليونس للتعليم، نفذوا برامج تدريبية. أنا أعتقد في مئات الآلاف من الأطفال السوريين استفادوا من برامج دعم التعليم والحماية وبناء القدرات والطفولة المبكرة. أنا أعتقد هذه المساحة هي اللي بتخلي، وأنا أعتقد أيضاً إنه في دراسات بينت الأثر اللي ترك على الفئات المستهدفة. ولذلك أنا بنصح إنه حتى ما نروح في الإطار العام، لابد من استعراض واقع والمؤسسات التي نفذت هذه البرامج والمساحة اللي أثرت فيها. وأنا أيضاً شكراً. رائع. يعني أنت كأنك تقول إنه في كثير من الأمور متروكة للارتداء والحكم العشوائي الحقيقة. لابد من برامج تقويمية الحقيقة، مساعدات سواء كانوا من الداخل أو من الخارج. آخر المتحدثين في هذا المحور، تفضل يا أستاذ. صباح الخير، يعطيك العافية. يعني وصلنا متأخرين، لكن يعني نقدر من محور الحديث نشارك. أنا اسمي طارق الناصر، رئيس قسم الدراسات والبحوث في مركز دراسات اللاجئين والنازحين والهجرة القصرية بجامعة اليمن. أنا بعتقد إنه القاسم المشترك ما بين كل الأفكار التي طرحت هو موضوع تحدث فيه دائما عند الحديث عن كل الأزمات بما فيها أزمة اللجوء السوري. اللغة العلمية غائبة عن الطرح غالبا، الدراسات قليلة جدا، الأجهزة الرسمية المؤسسات الحكومية مثلا أو حتى الأشخاص أو المؤسسات العاملة مع الدولية. بدي أعطي مثال اللي حكى الأستاذ عن موضوع المنظومة الصحية. اليوم لدينا مشكلة أصلاً في المنظومة الصحية في الأردن. اللجوء السوري، إحنا بنحكي التعليم، تمام مفهوم، لكن أنا أعطي مثال الأرقام. سامعين؟ بعرف إنه سامعين بس لأنهم في لغة الأرقام. إحنا بحاجة إنه نسأل قديش تطورت المنظومة الصحية من 2011 لليوم. بحاجة نسأل قديش زاد الضغط على المنظومة الصحية بالأردن من 2011 لليوم حتى نقدر نأخذ حكم. وكذلك الأمر على موضوع التربية والتعليم. اليوم واحدة من المشكلات التي يجب أن نناقشها علميا، هل تأثر الأردنيون بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة بعد أزمة اللجوء؟ لماذا نسأل دائما باتجاه واحد اللي هو الاتجاه، سوريين على المايكرو بيشي، اللي هو الاتجاه العاطفي، انه يا حرام لا هم يعني بيقدروا يكسروا الجمود، اللي هو العنوان الرئيسي للجلسة او للمؤتمر اللي احنا فيه اليوم، بيقدروا يكسروا الجمود ببناء قدرات تنسجم مع واقع المعيشة اللي موجود وفق أسس بعيدا عن نظام الفزعة اللي حكى عنه الأستاذ. مرة ثانية شكرا، يعطيك العافية. أشكرك. حقيقة احنا نصل إلى نهاية الحديث في موضوع التعليمي، لكن اللي ركزت عليه أخي طارق الحقيقة يعني هو أنت تتقاطع مع حديث الإخوان الآخرين، وإنه في غياب التفكير الشمولي أو التخطيط الشمولي أو النظرة الشمولية فيما يتعلق بأثر هذا على المجتمع الأردني، فهناك دراسات وأبحاث يفترض أن تؤدي أو أن تصل إلى السنتر تتعلق بأن هناك دور حقيقة للاجئين السوريين أو الأطفال الذين في الحياة الثقافية، في الحياة التعليمية، في البلدان التي تستضيفهم ولا لا. المجموعة الثانية، شكراً للمتحدثين الكرام، المجموعة الثانية اللي هي بعنوان التحديات والفرص، التحديات وفرص التمويل للمؤسسات، ويتقاطع الحقيقة هذا يعني يمكن على الأول نفس الشيء الثاني.
في حد راح يكون متحمل كل محور له شخص أطلع يعني لا لا ممكن تقول هذا شيء من الخجل يعني كيف أزعل أعطيك العافية دكتور شكرا لك بدنا دكتور منذر المجموعة الثانية اللي هي تحديات وفرص تمويل المؤسسات تفضل دكتور منذر يعطيكم العافية بس المناطق المايك للدكتور منذر بس احنا نحاول عشان الوقت قليل لأنه نص ساعة لكل محور نعطي الفرصة للكل انه يشارك برأي بالنسبة للموضوع نفسه يعني خلينا بنفس المحور لانه عندنا كثير محاور نحكي فيها تفضل دكتور ممكن بس اذا سمحت يعني انا حابب يكون في اطار يعني قضية هالتفيت ورقة ونصف ساعة هل انا بنتائج هو الفكرة انت لما بتحط عنوان التشاور الاصل انه في اشي حول والدكتور اما نقول والله يعني لما تقديم هذا عبارة عن كلمات متبادلة بتركز على الموضوع أو تخرج عنه في النهاية إيش اللقاء التشاوري اللي بيروح باتجاه الإعداد للمؤتمر الأصل في إشي مؤتمر أو إنه على طريقة إنه في إشي جاهز بس هذا للبركة هو الأستاذ فواز يعني إحنا بنحاول بقدر مختصر لأنه يعني النقاط اللي مذكورة هون نقاط كثير معقدة يعني أنت بدها أسابيع لنقاشها بس إحنا بخبرتكم كونكم المنظمات لإعطاء كل حد يعني نظرته بملخصه بالعمل الإنساني مثلاً هالقضية زي المياه تم خدمتها بالأردن ولا لا لو بدنا نخدمها شو الإشي الناقص فيها يعني تفضل دكتور بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحقيقة رح نتحدث حول موضوع التمويل أو الفرص التمويلية للأزمة السورية بداية لا شك أنه في بداية الأزمة السورية كان هناك تدفق مالي كثير على موضوع اللجوء السوري سواء كان دوليا أو من خلال الجمعيات الخيرية والحقيقة هذا التدخل يعني الجميع يدرك بأنه لم يكن تدخل باتجاه محدد بل كان تدخل فقط من أجل إعاشة أو التدخل فقط من أجل إبراز الوجود لبعض المؤسسات ولبعض الدول وإلى آخره لكن كتدخل واقعي ومؤسسي لم يوجد في هذه الحقيقة العالم العربي يتعرض منذ فترة إلى أزمات متكررة إحنا واجهنا اللجوء الفلسطيني في البداية واجهنا اللجوء العراقي مشاكل اللي حدث واجهنا اللجوء اليمني واجهنا اللجوء الصومالي يعني قضايا كثيرة ومع ذلك تتكرر نفس المأساة التمويل يبدأ بسقف ثم ينتهي ويتراجع إلى أن يتلاشى هذا الحقيقة مشكلة التمويل في كثير من المؤسسات تطرح برامج وتطرح مشاريع لا يشعر المتبرع بأثرها المتبرع عندما يدفع المال يريد أن يرى الأثر ويريد أيضا عندما تتقدم له بما يسمى ببطاقة المشروع أو بالبروبوزل كما يذكر يريد أن يلمس أن هذا المال الذي سأدفعه سيؤدي إلى الأثر التالي وبالتالي هو أيضا يريد أن يحاسبك على هذا الأثر في كثير من المشاريع ولا أريد أن أذكر أسماءها دفعت فيها أموال طائلة ولم تقدم أي أثر ولم تقدم أي أثر ليش؟ لأنها كانت هي عبارة عن مشاريع فقط يعني مشاريع تسمين أو مشاريع والله إنه لميتها الأولاد تحت اسم مش عارف مرة مكاني مرة مش عارف لكن هل هذه المشاريع كانت ذات أثر؟ هذا السؤال الذي يجب أن نسأله لأنفسنا هل قدمت هذه الدول مشاريع ذات أثر؟ هذا السؤال هل تستطيع الدول سواء الأردن أو غير الأردن أن تتحمل أعباء اللجوء لوحدها طوال هذه السنوات؟
ايضا السؤال بيتحدي، احنا نتحدث عن اللجوء الاوكراني، تفضل استاذنا الكريم بقوله بانه كيف كيف انه في اوروبا في منصات لاستقبال اللاجئين، هل كان في عندنا في دولنا العربية منصات لاستقبال اللاجئين السوريين؟ احنا نتحدث عن دول، احنا في عندنا 22 دولة عربية، اين؟ لماذا لم تتحمل عباء؟ لماذا لم تقتسم التمويل؟ طيب هذه مشكلة سياسية طبعا لا نستطيع حلها في المؤتمر او في لكن نحن نتحدث عن تمويل وما وحتى نستطيع ان نفهم المستقبل ولأين كيف كان التمويل وبما و نحن نعرف ان هناك دول انسحبت، يعني مثال في كان مستشفى مغربي في الازهر في مخيم الزعتري انسحب، في كان بعض المخيمات وبعض الجمعيات الكبيره موجوده في الساحه الاردنيه تقدم خدماتها للسوريين برضه انسحبت. السؤال لماذا يترك العمل الإنساني للجمعيات وحدها أو الدول تحت اسم تحت مسميات الأمن والحفاظ على الأمن والمحافظة على الأمن تحتكر العمل الخيري ضمن مؤسسات محددة وبالتالي تنفر بقية الجمعيات من الدول؟ أنت لما جمعية تيجي وقولها تحت في دولة من الدول لو لأنها تشتغل تحت مسمى الجمعية الفلانية أو لا تشتغل، هذا قضية خطيرة الحقيقة في موضوع التمويل. طيب ماذا نستطيع أن نعمل؟ الجمعيات يجب عليها أن تقوم أو نحن يجب علينا أن نقوم كمؤسسات غير ربحية أو منظمات غير ربحية بتقديم برامج قادرة على جلب التمويل وقادرة على جلب التبرعات وإيجاد برامج فعل نافذ. يعني الآن لما تيجي تقول لي والله المؤسسة الفلانية قدمت تمويل من أجل تدريب السوريين في إيش؟ والله في النسيج وماكينات الخياطة، البلد اتعبت كلها ماكينات الخياطة مظبوط ولا لا؟ والبلد اتعبت كلها مبطريزة، والبلد اتعبت كلها شو اسمه؟ صناعة الصابون. طيب وبعدين انت كجمعية تقولي والله سويت انا او جبت تمويل او جمعية مش عارف ايش اسمها او رجل الاعمال قدم لها التبرعات، ما قيمة هذا التبرع؟ لا شيء، هاي ماكينات الخياطة موجودة في البيوت وهي الصابون مش لاقي حد يشتريه وهي مش عارف الخرز وال شو اسمه؟ إذا إحنا بحاجة إلى مشاريع نوعية، بحاجة إلى الإبداع في التفكير، بحاجة إلى مشاريع ريادية، لابد حتى نستطيع أن نقول والله التمويل له أثر وسيؤدي إلى وجود أثر. لكن إن إحنا نبقى في المشاريع التقليدية والمشاريع دون إنتاج ودون ابتكار هنا تحدث المشكلة، وهذا ما يعني. يعني أنا لما أقول والله الأردن بتتعامل السوريين اللي بيقوموا بالمستشفيات مره بسعر الحر، وسعر الحر اعلى من المستشفيات اعلى من تسعيره المستشفيات الخاصه، ومره بمستوى الاردني القادر، ومره طب انا برضه بدي اقول هذه الدوله هي تحملت عباء، وين المجتمع الدولي؟ وين هذا؟ لماذا لم يكن وين جامعه الدول العربيه؟ لابد ان يكون هناك ايضا ضغط من هذه الجمعيات لتحمل الجميع المسؤوليه وليس رمي الاتجاه. يعني انا هذه بعض المؤشرات اللي انا بتحدث فيها عن التمويل وبتحدث فيها عن مشكلات التمويل وافاق التمويل المستقبلي. فاترك المجال، طبعا انا بدرك تماما ان هذه الورش هي لاخذ مؤشرات يستفاد منها عصبيا وليست بهدف الوصول الى النتائج، لانه في مؤتمر كبير سوف يناقش هذه المؤشرات. فبتمنى اسمع من الاخوان. الله يمسيك بالخير الاخوه الكبيره جميعا. اول شيء انا بدي اعلق على ثلاث نقاط. النقطه الاولى انه لا يزال عندنا مشكله احنا بالعالم العربي والاسلامي تحديدا كعقليه المتبرع، انت ذكرتها الان
وصعب جدا انك تقنع المتبرع زي ما حكيت، هو بده يشوف، هو بده يشوف الطعام امامه، بده يشوف شيء ملموس امامه. ولذلك يعني انا كنت في مؤتمر قبل شهر مع الاستاذ هاني البنا، والاخوه عرضوا نقطه بمنتهى الروعه، قالوا مفهوم التنميه الاصل فينا ان نخرج عن الاطار التقليدي للمفهوم التنموي، والان نتحدث عن افاق جديده وابعاد جديده لمفهوم التنميه المستدامه او لمفهوم التنميه اللي احنا نطمح انه يصير في عندنا رؤيه فيها. للاسف انا بقول الحكومه الاردنيه تكبلت اعباء كبيره وصلت ل 15 مليار دولار عجز بالموازنه الاردنيه مقابل استضافة إخوان اللاجئين السوريين، وهذا واجب وطني. وأنا بس بالمناسبة أنا كان لي آخر مقالة قبل أسبوعين بعنوان اللاجئون السوريون والمصير المجهول، وكتبت تفصيلا. إحنا ناقشنا كثير موضوع الأردن، لكن خلينا نلتقط من كلامك موضوع التنمية المستدامة كمؤشر يجب أن ننظر إليه، وخلينا نعطي فرصة للآخر. أسعد الله أوقاتكم. أنا جديدة لسعى من موضوع المحاضرات هاي والمؤتمرات القوية فيها وجوه الطيبة في احتراف والمؤثرين كثير، والفضل كله برجع للدكتور الدكتور سايد. يسعدني جدا إني أحكي موضوع. أنا من تقريبا حوالي 5 أشهر استلمت نائب رئيس جمعية خيرية. الموضوع اللي طرحته حضرتك بالنسبة لتسويق المنتجات، إنه السوق الأردني أو السوريين صار في عندنا كثير ماكينات خياطة، صار في عندنا كثير مطرزات، في عندنا صابون كثير في التسويق. فإحنا ليش ما بيكون في مبادرة لتجميع هاي، أو تكون في هيئة مسؤولة عن تسويق هاي الطاقة يعني تغليفها بطريقة معينة، تسويقها باتجاه للعالم، سيطر بس السوق الأردني نفسها، تباع المنتجات اللي بيصنعوها السوريين، المشاريع البسيطة هاي خارج الأردن تتصدر منها، بتكون دعم وبضل المشاريع هاي مستمرة. يعني بما نخيط ونحط مستودعات، طب ما هي البضاعة في النهاية رح تفسد، مش حدا يستفيد منها، والفلوس اللي اندفعت رح تروح. فإحنا لازم نحط خطة استراتيجية لتسويق المنتجات المشاريع الصغيرة. يعني أنا أشكرك ملاحظة، وفعلا مهم جدا ان يكون يتبع عناصر الاستدامة اللي هو التسويق. تفضلي. بدرية شيخ البساتنة، مركز البدر لأيواء وعلاج الجرحى السورية. بدي أعقب دكتور على نقطة حكيتها حضرتك وشرحها الدكتور زايد. مشكلتنا كانت بداية الثورة السورية، بسميها ثورة. بدايتها كانت المشكلة معنا مع الجهة الممولة أو الأشخاص المعنيين بالتمويل أو الداعمين أو المانحين أو المتبرعين شخصياً، يجوا أشخاص كان الفكرة عندهم مشروع تسمين، وكان اسمه مشروع تسمين فقط زي ما قلت حضرتك، كان لازم يكون هو يقدم طعام، يقدم إيواء، يقدم لباس ولا كسوة وغيره. ولكن انطرح بهذاك الفترة وبداية الثورة، عم بحكي هذا الكلام ببداية 2013 و14 و15، إلى أن التقينا بعدين بالكويت بمؤتمر المانحين، وتحول تحويل جذري تماماً الفكرة كيف لازم تكون. ونحكي هون بالجانب السياسي، وصار الموضوع بجانب سياسي، تحول كيف تصدير الأموال وكيف لازم تصرف الأموال وين لازم تصرف. بدي أحكي عن نقطة الاستدامة. بمرة من المرات كان في عندي وفد من أخوة من الخليج العربي وبالزعتري، واحنا طالعين مررتهم من مناطق بالمفرق هي اراضي، وحكينا على استصلاحها، وهذه الاستصلاح كان ممكن انه يكون مستدام لنفس القائمين او القانتين بنفس مخيم الزعتري. وهذا الحكي بيصفي بعدين للمخيمات العشوائيه، موجود الدكتور زايد بيعرف انه في مخيمات عشوائيه ملانه للسوريين، كان ممكن استصلاح هاي الأراضي وبيشتغلوا فيها، وهن نساءهم ورجالهم بيشتغلوا بالأرض وبالزراعة وهيك. هذا الكلام بهذاك الوقت كان غير 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 مسموع أو غير مستحسن لدى الجهات الداعمة، لأنه بمخططات هون هي الإيواء والكساء وكذا. الآن نحن بنعاني، ما زلنا بالملف السوري بالأردن، من هي النقطة بأنه إحنا عندنا يد عاملة سورية ومنتجة، اليد المنتجة نظيفة
ولكن عدم استيعاب السوق الأردني وتسويق هاي المواد هو اللي عم بيخلي المنتج السوري والشخص السوري المنتج غير قادر إنه يقوم بحاله وبمصروف نفسه. شكراً شكراً. يعني إحنا نعتقد إنه المشاريع الحقيقة موضوعنا الريادية التي تجمع، يعني لو كان في هناك فعلاً في أراضي كان ممكن تزرع الماكينات الخياطة هاي اللي حدثنا عنها، كان ممكن إنها تجمع في 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 مكان ونجابوا الستات اللي علمناهم خياطة ونخليهم يصنعوا بعض ال مش نعمل خط إنتاج نعمل خط إنتاج عنا نعم عنا أفكار كثيرة في هذا المجال، يعني مثلاً ملابس بمضار مدارس، عنا الملابس المهنية، عنا إلى آخره، كان ممكن يستفاد منها وما زالت الفرصة حقيقة، لكن بحاجة إلى صياغة أفكار نستطيع أن نقدمها إلى المؤسسات. تفضل. شكرا، صباح الخير للجميع وشكرا لكم على هذا الحضور. أريد أن أبدأ من حيث انتهى الدكتور هاني البنا في مسألة التمويل وهي 70-30. أعتقد يجب أن نركز على هذه النقطة، 70 للصرف على المشروع و30 لتنمية الإنتاج في هذا المشروع. الحقيقة حتى الدكتور هاني وأنا دارس في دبلوم العمل الخيري والإنساني، يجب أن نقول للجهات المانحة شروطنا وليس أيضاً شروطنا، يعني في مسألة التمويل يجب أن نقول لا في بعض الأحيان وأن نقول نعم في بعض الأحيان أخرى، وأعتقد أن المسافة بين نعم ولا هي الفاصلة بخصوص التمويل والحصول على مصدر التمويل. النقطة الأخرى أيضاً من خلال دوم عمل الخير والإنساني تعلمنا شيء جديد وهو النسب الإدارية، فأنا بركز على أنه لابد للجميع العاملين في قطاع العمل الخيري والإنساني مراعاة النسب الإدارية لكل مشروع. شكرا. حسن بارك الله فيك. قبل أن أنتقل لأخونا بدي أقول شغلة، يعني ذكرتها أنت مهمة جدا اللي هي النسب الإدارية. ترى النسب الإدارية لها وجهين، وجه ينظر إليه المتبرع بانه انت حافظ قديش نسب اداريه، قديش مصاريف بدك تدخلها على المشروع هذا وتربح، هيك بنظر لها. ووجه انه لابد ان يكون هناك نسب اداريه حتى تستطيع الجمعيه او المؤسسه الخيريه يعني تقضي في عملها. وهنا بيجي للشفافيه الحقيقه ولموضوع الحوكمه اللي هو ضروري جدا. كثير من الجمعيات، كثير من المؤسسات ينقصها الحوكمة حقيقة، وهناك يعني لما نقول ينقصها الحوكمة أعني تماما بأن هناك مخالفات الحقيقة في الجمعيات، والناظر ينظر يعني والمتبرع ينظر ويسمع ويتلمس. لا تقول الموضوع هو فقط أنه أمام وزارة التنمية الاجتماعية، لا لا لا، المتبرع ينظر إلى حقيقة أنه هل هذه المؤسسة عندها شمولية، هل هذه المؤسسة عندها حوكمة. يعني ما معنى السبب؟ القراءة برضو الأولية قد أكون مخطئ. حملنا التحدي الرئيسي على أنفسنا، على الجميع يعني وعلى الحكومة في مداخلة الأستاذ وزير وعلى الحكومة في جزء منها، وإحنا من بلش هذا، لكن وكأن نسينا انه في تحدي الممول نفسه، لان الممولين من بدايه من اليوم برضو انواع، يعني لازم ننتبه لانهم بتغير تصنيفه. وفي نقطه ثانيه، في معيار سياسي، احنا بنعرف انه الضخ المالي اللي صار ببدايه الازمه ما كان الهدف منه ببعض الاحيان حمايه الأرواح وحماية الحقوق الأساسية للاجئين بقدر ما كان فيه له أهداف سياسية مرتبطة بما يجري في سوريا. هذا لازم ما نغفله أولا، لكن هذا لا يعمم على كل المؤسسات. بالمقابل أيضا في مؤسسات وجهت المشاريع بشكل صحيح، على سبيل المثال بعض المنح اللي وجهت إلى الأردن من خلال بالعمل المركزي، يعني احيانا المركزيه جيده، لانه بالرغم من انه حضرتك استاذ اشرت الى انه يعني كان هذا خطا وفقدنا جزء من التمويل، بالعكس
انا بشوف انه لما كان في مركزيه وكان في دور للحكومه احنا قدرنا نكسب مثلا من الصندوق الخليجي او الصندوق السعودي مدارس وتحديثات في مستشفيات ووجهت بالاتجاه الصحيح. لكن لما كان الدعم من المباشر اللي هو من اشخاص او جمعيات اجت اشتغلت مع جمعيات فرعيه بدون ربما كان في ضعف بالرقابه في بدايه الازمه ادى الى عدم توجيه الاموال بالشكل الصحيح. ايضا فيما يتعلق بالمشاريع، اصلا احنا بحاجه للمنسوجات، يعني احنا اليوم نظريا نقول اه والله لو عملنا خط انتاج بدل ما اعطينا كل وحده ماكينه خياطه. انا عندي مشكله، بالعكس انا بعطيها ماكينه خياطه واخليها تصلح، لانه عندي مشكله بالمجتمع الاردني انه احنا ما نلاقيش خياطه صلح لنا واعيين. بس احنا ما عندناش مشكله بانه مين بنتج جاكيت بدله او بنطلون جينز او الى اخره، فاحنا اليوم 10 مليون بني ادم عايشين بهذا البلد. مش كثير محتاجين لخطوط انتاج ملابس لانه تكلفته راح تكون اعلى وتسويقه زي ما قلنا صعب والى اخره، لكن احنا لازم بالاول نقرا ما هي احتياجات السوق، ما الذي يحتاج السوق، وهل لدينا القدره على ان نذهب الى اسواق اخرى. هذا فيما يتعلق بالمشاريع الانتاجيه، للاسف هذا لم يقرا. فاحنا الحلول النظريه سهله. الجانب الثاني، مش معقول احنا لليوم وزارة التخطيط وقد تكون ايضا مقصرة كل المؤسسات الحكومية ما من برها، مش معقول احنا نقول يعني بفهموش لما بيقولوا لنا مثلا تعال انت اشتغل تحت اطار هذه الجمعية، المثال اللي انت حكيته، ما هي هاي الجمعية جمعية مرخصة عليها رقابة من ديوان محاسبة من جهات مختلفة وقارئ المشهد بشكل جيد، يعني يا بتشتغل لحالك هذا الممول اللي بطل او المؤسسة اللي بطلت، يا بشتغل زي ما بدي وعلى كيفي، يا ما بشتغلش، معناته انت مش داعي عشان اللاجئين. مش عشان التنمية. ولا عشان التنمية. طيب بصوت. يعني خلينا يعني انا اشكرك اولا. احنا لما طلبنا على المنسوجات كان مثال. مثال. طبعا في اشياء كثيرة أخرى. لكن برضو المنسوجات ما زلت أذكر يعني ما زلت كان كثير من الماكينات للمرضى الذي أنفق منها جهات الإنفاق. أعطيك مثال آخر. المطابخ المنزلية هاي أو شو اسمه؟ وين شو أوضاع؟ ممتاز، أنا مرتي بطلت تطبخ لأنه إحنا جار السوق. بس قلت لي صار السوق، هل السوق صار يتحمل؟ ما صار يتحمل. إشباع. على العموم صار في إشباع، على العموم هي ليست قضية، أنا ما بحب أناقش يعني مؤسسة قضية واحدة، لكن قضايا مختلفة. أنا بدعو إلى الإبداع في المشاريع. محاولة تغيير الفكر في موضوع المشاريع، يجب أن يكون هناك مساحة للمؤسسات القادمة للتحرك الخارجي. هذا لا يعني عزل الرقابة، لكن المركزية مش دائما صح وبتعاني منها كثير من المؤسسات التي قدمت إلى الأردن، مش دائما صح، لابد أن يكون هناك رقابة، لكن لابد أن يكون هناك مساحة وحرية للحركة. بس نقطة علق شوي بس لا بس خلينا نسمح للدكتور آخر يشيل لأنه حكي. أنا والله مداخلة الأخ طارق الناصر حقيقة استثارت إشي أقدر أنه شيء أساسي، وهذا موجه بالدرجة الأولى للدكتور هاني الحديد. حقيقة على أساس أنه من المؤسسين لهذا الاجتماع اللي هي إنه في البداية كان في فلوس كثيرة تأتي صحيح اللي هي خلقت مناخ معين، المناخ المعين أصابه تعثر وارتفاع وانخفاض الحقيقة اللي هو الآن انتهت الأمور إلى شيء من الفوضى والضياع. الآن والأسباب اللي أسباب كثرة الفلوس اللي بدأت كما ذكر أسباب سياسية أسباب سياسية. الآن أصبح العمل السياسي اخترق في الأساس أو وضعت أطره ومساراته المستقبلية بدوافع سياسية. هذا الحقيقة بيثير دائما الأسئلة اللي هي أكثر أساسية فيما أقدر، ما جدوى العمل الإنساني في ضوء واقع سياسي مضطرب مختلف الدوافع ومختلف مختلف النوازع، وخاصه فيما يتعلق بال يعني انا اقدر القضيه في حال الضياع، والسؤال القائم
ما جدول العمل الإنساني؟ هو سؤالك يعني مهم جدا، وأعتقد تماما أن العمل السياسي أصبح جزءا من العمل الإنساني، وبغض النظر، لذلك أنا بقول ما في مركزية، بغض النظر عن التوجهات السياسية يجب أن يعمل العمل الخيري بعيدا عن التوجهات السياسية وبعيدا عن الارتباط بالمؤسسات السياسية، ويعمل فقط من أجل الصالح. أشكركم الحقيقة، هناك مؤشرات جيدة كانت في هذا المحور، منها الاستدامة، منها ضرورة العمل المشترك. أخيرا إحنا هذا واقعنا، زي ما تعاملنا مع كورونا نتعامل مع اللاجئين، زي ما تعاملنا مع اللاجئين راح نتعامل في قضايا أخرى. وأشكركم. بالنسبة للعمل السياسي والعمل الإنساني، هم نايمين في غرفة واحدة. بطل الكلام ده. يعني العمل الإنساني مسيس ومعسكر. شيء ما بين. وأصبح واضح جدا التدخلات الدولية في كثير من الدول. فلذلك يعني لابد أن ندرك أن المال الحكومي مال مسيس، بغض النظر عن الحكومات عامة، لأن كل حكومة عندها وكالة للتنمية أو وكالة للإغاثة، حتى في السياسات بتاعتها، حتى المانح المستقل سواء كان عربي أو خليجي أو كذا أو مسلم عنده سياسة. في مانح يقول لك أنا إسلامي ما يبقاش إلا كذا، في مانح يقول لك أنا علماني ما يبقاش إلا كذا، دي سياسة. فكل العمل الإنساني اللي إحنا بنشوفه هو مسيس بطرق مختلفة. السياسة الحكومية اللي حضرتك بتتكلم عنها دي موجودة. ازاي دولة هتديك منحة وانت مش هتطبق جزء من معاييرها السياسية في برنامجك الإنساني؟ واضح الأمر. لكن الأخطر حاجة دلوقتي ان أصبح العمل الإنساني زي ما المعاهد السفير كان فيها في المنطقة، لأن احنا منطقة في اسطنبول في آخر يوليو، معنا عايز سبيس عطاء المناس قال العمل الاسلامي الانساني معسكر، يعني بس مسيس معسكر، ها، ومربوط باقتصاد الدوله المانحه. يعني معسكر شيء مربوط باقتصاد الدوله المانحه. فلذلك احنا مش عايزين نعيش في فقاعه ان احنا نقدر نفصل العمل الانساني المستقل ده عن كل هذه المتغيرات اللي هي ليه، وللاسف هم معاهم فلوس معاهم القدره. فلذلك لابد نرى وسيله للخروج حتى منظمات دولية كبرى، يعني مع زيادة الأخوان الأوروبيين أنا بلاقي الدولية السبيل الأحمر، كل هذه المنظمات مرتبطة بالسياسة الدولية شئنا أم أبينا. أستاذنا شكرا لك. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هيك محتاجين. الله يمسيكم بالخير. ويعني أنا جيد أن أكون آخر متحدث بهذه الجلسة، لأنه الإنسان يستمع لأفكار الآخرين، وقد يكون سباقنا على عمل الخير هذا أمر محمود بشكل عام، وقد يكون البعض من الموجودين الآن داخل هذا المكان يعني من اليوم الأول للأزمة السورية، وأظن بعض الإخوان أن أراهم الآن اشتغلوا مع اللاجئين السوريين، فأنا لا أستطيع علميا فكريا أن أطبق هذا الأمر في بداية الأزمة السورية وفي بداية دخول اللاجئين. كان يدخل بالأردن اللاجئين السوريين يومياً من 5 إلى 7 آلاف واحد يدخل على المملكة الأردنية الهاشمية. أنا لا أستطيع الآن أبني سياسة أقول إنه إحنا قبل 11-12 سنة كنا فزعة ونخطة ومش عارف إيش، والآن أنا أجي أتكلم عن رؤية استراتيجية واضحة. أنا أرى إنه في يعني في عدم توافق أو تزاوج ما بين الفكرتين. في بداية الأزمة السورية وإحنا كنا موجودين على الحدود الذي كان يراقب دخول اللاجئين السوريين للمملكة الأردنية الهاشمية، وأنا بعترض على كلمة تسمين، هو ليس تسمين، هو الله عز وجل قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فبذلك الوقت كان المطلب الرئيسي لأغلب إخواننا اللاجئين اللي كانوا داخل المملكة الأردنية الهاشمية تقدموا طعامنا، يعني بذلك الوقت، لأنه كانت الرؤية الاستراتيجية الواضحة بذلك الوقت أن الأزمة السورية كالأزمة المصرية كالأزمة التونسية كالأزمة الأخرى أنه يعني سنوات بسيطة وراح توقف. ولكن بعد ذلك بدأت المنظمات، وأنا حقيقة أدعي أني شاركت بأقل شيء في 200 مؤتمر ورقة بحثية
بدأت بعد السنة الثالثة من اللجوء السوري المنظمات الدولية ومراكز الأبحاث والدراسات أخذت تدرك أن الأزمة السورية أمدها بعيد، ولذلك لجأوا لموضوع الرؤية والتخطيط الاستراتيجي والعمل المنظم والعمل المؤسسي حتى يستطيعوا قدم شيء. وبالواقع خلينا أكون دقيق وصريح، أغلب أنا بكتب مقالات بجريدة الغد، وآخر مقال كان إلي بجريدة الغد عن موضوع الرؤية الغير واضحة بالنسبة لعودة اللاجئين السوريين لأوطانهم. المقصود أنه إحنا كان في عنا شيء جيد أنه بعد ذلك بدنا عليه، ولو كان هذا الشيء يعني ليس بالمعيار الدقيق والصحيح. وحتى أنا يعني ما أظلم حدا وما أظلم حتى الحكومة، ولست مدافعا عنها. الحكومة الأردنية حتى تثبت العمل بالنسبة لأخواننا اللاجئين السوريين داخل المملكة الأردنية الشرعية، أول قرار عون الخصاونة أصدره بواحد 30/12/2011 كان حصر تقديم المساعدات بجهة واحدة حتى يتم جمع كل شيء فيما يتعلق باللاجئين السوريين مع الهيئة الخيرية الهاشمية. وأنا حنكون صريح، الهيئة الخيرية الهاشمية كان إلها بصمة واضحة مع اللاجئين السوريين داخل المملكة الأردنية الهاشمية، وكانت تقدم شيء منظم وبكل أصنافه وبكل أنواعه. خلينا ناخذ الجانب المشرف اللي قدمته الهيئة الخيرية الهاشمية، واحنا في عندنا قصص نجاح كثيره من المؤسسات الوطنيه الاردنيه اللي استطاعت تقدم شيء. ولكن السؤال اللي دائما يطرح انه هل كانت هذه المؤسسات هي جاهزه لهذا العبء الكبير؟ لما وصلنا لمرحله انه عدد اللاجئين السوريين يدخل، انا اذكر جيدا، انا مش كلامي عاطفي، اخ احمد اخوان يمكن صديق هو عزيز قال انا مش كلامي عاطفي، انا لما كان يتصل فيه محافظ المفرق يقول يا شيخ زايد يا جماعة الكتاب والسنة بدنا الآن عنا بمدارس يفتحوا المدارس بدنا نطعميهم، أقول له بتسولهم مشروع تنموي الآن؟ ما بقدرش أسوي هيك أنا، بقول له حاضر، بروح بجيب له خيام، بجيب له مواد تمونية، بجيب له شيء صحي، في شيء طارئ وفي رؤية استراتيجية، هسا في خطة أنا بقدر أمشي فيها برؤية بعيدة الأمد، وبنفس الوقت أنا في عندي تكتيك معين لازم بذلك الوقت أنسجم معاه حتى أستطيع أقدم الرغبة. أنا بدي أختم وبعدين أسمح المجال للإخوان، يعني أذكر أنا المشروع اللي قامت فيه اللي هي جامعة دربوك، أنا شخصياً بعتبره من أكثر المشاريع الرياضية اللي دمج بين أمرين، دمج ما بين الأمر العلمي الأكاديمي وما بين مؤسسات المجتمع المدني، وهذا المشروع قعد 3 سنوات وحقيقة كانت ثماره ممتازة. يعني كانت ثماره جدا ممتازة بحيث انه استطاع انه تقدم شيء واضح يدمج ما بين الرؤى الاستراتيجية والتخطيط والتنظيم والآخري وما بين الواقع، لانه الكثير احنا نحدث يكون في عنا فجوة ما بين الواقع اللي كنت في الأمم المتحدة وتكلمت بكلمة وقلت بالحرف الواحد انه هناك فجوة ما بين ما يقدم وما بين المشاريع وما بين الرؤية عند الأمم المتحدة وما بين الواقع الملموس اللي أنا بلمسه على واقع الأرض. الواقع اللي بلمسه أنا واقع مؤلم حقيقة، فبتكلم عنه ليش أطول، لأن أسمح المجال لإخوة نحن نتكلم أفاق التمكين. وحقيقة يعني في مؤسسات رائدة أردنية قامت بمشاريع لها علاقة بالتمكين، حقيقة بنفتخر ونعتز فيها، ومش راح نكون بإطار اللي ذكرناه قبل شوي، وهو ليس موضوع التدريب أو الموضوع التريكو أو الخياطة أو المطبخ للتالي، لا، هناك بعض المؤسسات قامت بشيء يعني ثابت وشيء قوي قدمت لإخواننا اللاجئين السوريين. وأنا بأكد على أنه اللحمة الوطنية الأردنية قدمت شيء يفتخر فيه مع أخواننا اللاجئين السوريين، وأنا زرت أغلب الدول العربية والدول الأوروبية، كنت ألمس بشكل مباشر حديث إخواننا السوريين قد يكون باتجاه أنه إحنا كنا بالأردن عايشين بشيء جيد ولو كان عندنا بعض الأمور. طبعاً خلينا نتكلم الآن بالموضوع اللي حاب يتكلم بهذا الأمر في مجال بشكل عام، فاللي حاب يتفضل يتحدث شيخنا وحبيبنا طبسي. صحيح دكتور زايد والإخوة، حاب في البداية أنه بعد العمر هذا أنه نحكي في مفهوم اللاجئ السوري. إيش مفهوم اللاجئ السوري في الأردن بعد العمر هذا؟ وبعد ما يعني أنا من الناس اللي كانوا موجودين في بداية الأزمة عندما كان في حشد من المنظمات الدولية لزيادة الأعداد بمسميات اللجوء،
كان ينضافوا أعداد الناس اللي كانوا بيشتغلوا في البندورة في الأغوار، اللي بيجوا بيشتغلوا في مزارع في كذا، كان هؤلاء يجوا سوريين صاروا في الأزمة السورية لاجئين. أنا أعتقد إحنا بحاجة في التمكين الاقتصادي أو في التمكين للسوريين لازم نرتب أولوياتنا، بمعنى إنه الآن في ناس جزء من المجتمع المحلي، في ناس تعلموا، في ناس درسوا، في ناس كملوا جامعات، وحكينا إحنا ما في داعي للتفصيل، إنما في جهود عالمية بذلت على الشعب السوري أخذوا فرص. أنا أعتقد في شعوب كثيرة أخذتها بغض النظر عن الأزمة الكورونا. شكرا. أنا بس بدي أكد على الكلام اللي ذكرته. أنا بقول للأسف لغاية الآن مفهوم اللجوء، إحنا اللاجئين السوريين بالأردن لا يوجد ولا لاجئ سوري بالمفهوم الدولي، إحنا عندنا طالبي لجوء، وهذه مشكلة كبيرة جدا. وأنا يمكن ناقشتها مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووجدت إنه في فرق ما بين كلمة طالب لجوء ولاجئ، ولذلك أنا بأيدك إنه يعني مفهوم اللجوء هذا بمفهوم العام يجب إنه إحنا يكون نضعه في سياقه الطبيعي. أكمل الفكرة. فكرة تفضل سيدي. أقل من 15 20 الفكرة اللي بدي أكملها. الآن السوريين منتشرين في المجتمع الأردني في غير التجمعات الثنتين أو الثلاثة. صحيح. المعروفة موجودين داخل مجتمعنا وعايشين. مستجيبين. أي نعم. فلذلك أنا أعتقد أنه إحنا بحاجة للنظر نظرة جديدة الآن للأولويات في التعامل مع الحالة السورية. كلامك جميل سيدي، شكرا لك على هذا الكلام. مين بحب يتفضل يتكلم؟ تفضل يا اخي. اعطي الدكتور فواز. فواز هو انت فواز؟ نعم. اللي بتطلع في التلفزيون؟ شكرا دكتور. ممكن اثير نقطه يعني هي تكلمت عنها الدكتوره ريم بخصوص دراسات اللاجئين. يعني انا بعتقد انه لازم نركز من حيث انت طرحت السؤال الى اين يتجه اللاجئ السوري على سبيل المثال، هل سيستقر أم سوف يعود لبلاده؟ بعتقد أريد أن أشير إلى كثير من الدراسات أشارت أن اللاجئ السوري لا يرغب بالعودة إلى سوريا. فبعتقد أن آفاق التمكين ممكن تنطلق من الدعم النفسي والاجتماعي حتى نشوف لوين هو متجه. أحسن دكتور. وأنا بس بدي أعقب بشيء ثاني زي ما عقب أخونا. أنا مقالي كتبته اللاجئين السوريين بين إعادة التوطين والعودة والاندماج، هاي الثلاث معايير الموجودة الآن حقيقة. وبالمقالة كتبت إنه أغلب اللاجئين السوريين داخل المملكة يرغبون بإعادة التوطين، يعني بيبحثوا عن دولة أوروبية دولة غربية يطلعوا عليها، ولكن أنا لا يمنع أن أعطيه علم مهنة ما في مشكلة ممكن يستفيد منها من السفر. تفضل دكتور. يا سيدي الحقيقة أنا هذا يعني هذا الاستنتاج اللي كان توصل إليه جدا، إنه غالبية اللاجئين السوريين يرغبون أو ميالون إلى التوطين، إلى التوطين في بلدان ثانية. حقيقة هذا كلام ينقصه الدليل. صحيح. هذا كلام ينقصه الدليل. وأنا أستغرب أن يأتي من الأردن. لا يأمن. أنا على تواصل مع اللاجئين السوريين. عرب بطريق شخصي وبطريق مهني وعن طريق الهلال الأحمر الأردني اللي قدم مساعدات تمتد امتداد النار بالهشيم الحقيقة للاجئين السوريين. أولا لا أملك الدليل أن هذا الاستنتاج بني على مخاطبة أو الوصول إلى الآراء الغالبية الساحقة أو إلى عينة ممثلة للسوريين الموجودين. أنا أفترض أوتوماتيكياً وتلقائياً أن السوريين الموجودين بالأردن يرغبون بالعودة إلى سوريا، لأن الافتراض أنهم ميالون إلى الذهاب إلى وطن آخر الحقيقة افتراض يعني عاطفياً غير مقبول، إنسانياً غير مقبول، مش معقول ثقافياً. إنسان يرغب في مغامرة كالمغامرة التي يذهب إليها أو فيها اللي بروحوا في البحر هذولا وبموتوا على الشواطئ أو السوريون يرغبون في العودة إلى سوريا. هذا استنتاج سياسي يا دكتور، هذا استنتاج سياسي، أرجوك أن تعيد النظر فيه. السوريون نحن في الأردن كأردنيين
واحنا لنا علاقه وثيقه جدا جدا مع سوريا. سوريا وطننا وبلدنا واخواننا وحبايبنا، واحنا استقبلناهم باحضاننا. شايف كيف احنا نعينهم على العوده الى سوريا، نوفر لهم ما يبعد عنهم الافتراض انهم ميالون الى الذهاب الى بلد اخر. شكرا يا دكتور، وانا موعدك اني اعيد الرؤيه اللي ذكرتها الان. وبتمنى دكتور يكون وقتك بيسمح زورنا بالجمعيه حتى اعطيك دراسه عمليه عن هذا الامر اذا كان وقتك بيسمح. شكرا لك، تفضل حبيبي. طيب يعني جزء من البنت من المؤسسات التعليميه دائما نحاول نضبط مصطلحات. يعني كان عندي سؤال، ولما قرات العنوان مره ثانيه عشان ما ابعد عن الموضوع، آفاق تمكين المجتمع السوري. كنت بدي أسأل شو مقصود بالمجتمع السوري بالعنوان؟ ومناصرة قضايا الإنسانية. أيضاً ما المقصود بالقضايا الإنسانية بهذا العنوان؟ حتى نستطيع أن نخرج بتوصيات حقيقية وعملية. نقطة ثانية سريعاً، أنا يعني بوافق بالمطلق على رأي الدكتور بأنه صحيح في شباب سوريين مندفعين له العمل والمستقبل إلى آخره، بفكروا بالهجرة، بفكروا ببيئة أفضل إلى آخره، لكن بالمقابل هم فاهمين كثير كويس إنه هذا أمر مش سهل، وقاعدين بتعايشوا مع هذه المشكلة أو الأزمة، وبالتالي لا يعني خلص في منهم استسلموا يعني أمام طموح الهجرة. لانه اليوم في المجتمع الدولي انتقائي باختيار الناس اللي بده يستقبلهم، يعطيك يعني اذا على مستوى اذا بده حلاق بيعمل لك يعني معايير شديده عشان ياخذ حلاق شاطر مثلا، بيشترطوا الشكل واللون والخلفيه الامنيه والاستراتيجيه والمش عارف ايش والحرفة والتخصص وإلى آخره، فهم انتقائيين، هم ما بتعاملوا مع الموضوع بمعد إنساني بالمطلق. جانب ثاني، فكرة يعني فكرة القضايا الإنسانية، يعني أنا ممكن أتوافق معك بموضوع إنه أول 3 سنين كان الموضوع يعني بحتاج نوع من أنواع الفزعة، ولو إنه نقدر نضبطه أكثر، وغير إنه ضبطه واستفاد سياسيا، وظفوا سياسيا كثير دول أخرى استطاعت توظيف الأزمة السورية لمصالح. وحتى يعني أكون واضح ودقيق، أنا بحكي عن تركيا، بحكي عن تركيا. يعني وبنفس الوقت السوري ما أخذ كل الامتيازات المتاحة. شو يعني قضايا إنسانية اليوم بعد 11 سنة أو 12 سنة للأزمة؟ أنا بعتقد إنه كان لازم السؤال يكون باتجاه آخر. كيف أنا قد بمقابل ما قدمته الدولة الأردنية للاجئ السوري، كيف أستطيع أن أوظف هذا اللاجئ بحيث يصبح منتجاً ومفيداً للدولة الأردنية؟ موضوع القضايا الإنسانية الحديث فيه كثير، لا. أنا بدي أعطي مثال. إحنا أعطيناهم بطاقة أمنية موجودين بالمجتمع زي ما قال الأستاذ قبل شوي، موجودين بنسبة أكثر من 75% من اللاجئين موجودين داخل المجتمعات المضيفة. صحيح. مش بالمخيمات. أكثر من 70% بالضبط، ومعهم بطاقه اللي هي زي الهويه، بيروح وبيجي وبركب مواصلات وبيشتغل وبيحقق دخل عالي، حتى بالمهن اللي تعلمها هون، اللي انولد هون، اللي اليوم بلش يعني بتعرف طبيعه المجتمع زي ما حكيت الدكتور، ثقافتهم ومو اطفال بيشتغلوا، اليوم بيحقق دخل يعني مش سيء، وبالتالي انا بدي اوظفه اكثر، بديش اضل احكي يا حرام. أنا بحكي أوكي، أنا بدي شيء عملي ملموس يتقدم ويصير نبتعد عن هذه اللفظة اللي ذكرتها أنت بالأخير، ولكن يعني أنا بعتذر لما بأكد على مسألة إنه عمل المنظمات داخل أرض الواقع بيلمسوا الكثير من القضايا هي اللي بتحفزهم إنه يتكلموا عن هذه الأمور، يعني إحنا لما نتكلم عن الكثير من المسائل اللي إحنا لمسناها بشكل واقع. يعني تفضل عندي مثلا عن جمعيه الفلانيه وجمعيه مركز، تعال شوف الاليه اللي بتعاملوا فيها. هسه انا بعرف انه في جزء من اخواننا السوريين، حتى اعطيك معلومه بس،
منطقة الزعتر مثلاً، المدينة اللي حواليها أغلب الأراضي اللي غاب يمتلكوها أخواننا السوريين بأسهل الأردنيين. هذا أمر بعرفه، بس هل هذا يمثل النسبة الكبيرة؟ أنا ما بدي أروح أرد على موضوع التقطين حتى ما يصير موضوع جانبي. طيب خلنا نعطي المجال له بما قيمته 40,000 دينار. طيب أعطينا طيب. طيب. أعطينا أختي الكريمة. تفضل تفضل. يعطيك العافية دكتورنا، وشكرا على إدارة الجلسة. ويعني احنا يمكن شوي بعدنا عن التمكين والإدماج. يعني أنا كنت أتمنى ما بعرف من حضرتك أو من الجهة المنظمة للمؤتمر إنه يكون في بين إدارة إحصائيات حتى بورشة العمل التشاورية، بالذات المواضيع التي تطرح ما بصير إنه نحكي فيها تعميمات وأفكار جزافا. حتى احنا كمديرين جلسات، يعني أنا مديرة جلسة بعد الساعة 2:00، كان المفروض اني اعرف شو السكتجي وشو التفاصيل عشان انا اكون حضر حالي، اكون حافظه نفسي لما بدي اجي. يعني هذا اداره المؤتمر، سامحونا معلش سامحونا. وكنت اتمنى انه يعرفوا تعريف بسيط في حضرات مقدمي الجلسات. سامحني يا دكتور هان، معلش انا بني ادم شارب بعض المرات، سامحوني. يعني أنا كنت أتمنى إنه الإخوة اللي طلعونا تكيف عنهم لو 4 كلمات 5 كلمات عشان أنا أعرف. حتى أنا حسيت في طروحاتنا إحنا كمدير جلسات، يمكن أنا رح أكون هيك لأني أنا نفس الإشي، رح أجي وأرتجع نفس العملية، رح أجي أرتجع. أنا بدي أحكي عن الإدماج. الإدماج هو صار والتمكين هو صار. تعال أنا وياك خلينا نحكي. لو نرجع للإحصائيات حتى لقطاع العمل غير المنظم، سوريين دخلوا قطاع المطاعم تمام، واذا حضرتك من اربد شوف في الرمثة، لا بعمان هلا بعمان، شوف في الرمثة الوضع، قطاع المطاعم، المخابز شوف مين اللي بيشتغل فيه، الزراعه، قطاع الزراعه قديش في عماله سوريه في قطاع الزراعه. كنت اتمنى يكون في هاي الاحصائيات موجوده مرفقه في الورقه، لا في الورقه، حتى في الكونسبت نوت تبعت الورشه التشاوريه، قديش في قطاع، يعني يكون في كونتكست البلد محكي عنه في الورقه، الورقه التشاوريه. يعني حضرتك كمان تحكي عن اندماج وتمكين، اذا ما استندت لاحصائيات وانت بتقول عشان تطرق ما تقولش حرام وانت ما تقولش حرام، خلينا نشوف قديش ناس بتشتغل في القطاعات العمل غير قطاعات المغلقة اللي هي اوريدي حرصان على الأردنيين. يكون عندنا إحصائيات من وزارة العمل، إحصائيات من المفوضية السامية للمسجلين اللي هم تقريبا 6000 وكذا سوري، على أساس إنه إحنا نحكي، إحنا ناس علميين وهون جلسات تشاورية بدين بنى عليها مؤتمر. فالأصل إنه بالنهاية إحنا كميسري جلسات لجلسات تشاورية نطلع بتوصيات اللي يستندوا عليها الجهة المعنية في تنظيم المؤتمر في تنظيم مؤتمرهم. فأنا من غير إحصائيات ومن غير فاكت وفايندينجز وإيفيدنس ما بقدر أحكي. كل هذا الحكي اللي بنحكيه هو عبارة عن عصف ذهني تشاور غير محدد في إطار علمي واضح. هي الجلسة كانت تشاورية بشكلها العام. شكرا جزيلا. طيب أول شيء الله ان شاء الله يعطيك العافيه دكتوره. يعني انا بس بديش اضلي ادقق على موضوع اللاجئين العوده والاندماج. انا مدرك تماما انه اخواننا السوريين اندمجوا مع المجتمع الاردني، وهذا وفق دراسات قام فيها اكثر من معهد، حتى كان يجوا عندنا على الجمعيه ويسالونا اسئله محدده انه شو علاقه السوري بالاردني؟ لو الاردني بده يتجوز سوريا، السوري بده يتجوز اردني، هل لو في مشاكل حدثت بينهم؟ هل كانت الاسئله كلها تدل على الاندماج. وانا مدرك تماما انه المجتمع الدولي، وهذا كتبته حرفيا، يسعى لدمج السوريين داخل المجتمع الاردني لان هذا اقل كلفه عندهم، ولا يسعى لاعاده التوطين لانه اعاده التوطين عنده راح ترفع الكلفه عنده. انا قلت انه اغلب اخوانه، وراح اجلس مع دكتورنا العزيز والحبيب، لما باجي بساله كله بيتكلم انه بده يسافر، ولكن هو بشكل واقعي زي ما حكت اختنا الكريمه هو اندمج مع المجتمع الاردني، اندمج بشكل كبير جدا. طيب مين حاب يتحدث الان؟ تفضل تفضل. يعطيكم الف عافيه. السلام عليكم جميعا. يعطيكم الف عافيه. محمد مياس من اللجنه الوطنيه الاردنيه لشؤون المراه. بس انا في عندي سؤال واحد بصراحه حاب اعرفه، يعني فعليا على مستوى الدوله، هل الدوله الاردنيه قررت يعني في موضوع اللجوء السوري قرار واضح وصريح
لانه انا شايف الاجنده كامله والبرنامج كامل مبني على اساس انه قرار الاحتفاظ باللاجئين والاستفاده منهم، مشان هيك احنا بندور زي كاباسيتي بيلدينج او كاباسيتي ديفلوبمنت. لكن في حال الدوله الاردنيه اخذت قرار ممكن يكون القرار اللي هو بالاستبعاد عن طريق تيسير الهجره او السفر لهم او الابقاء والاحتفاظ، بس انا شايف او القرار اللي بعرفه حاليا انه ما في قرار مبد من الدوله، خلص في مجتمع ومشت الامور وعايشين مع بعض. فانا شايف اجنده العمل هاي والبرنامج كله يعني ما شاء الله زخمه وتثرينه، لكنها مبنيه على قرار انه الدوله بدها تحتفظ باللاجئ السوري وتستفيد منه. طيب فلنفترض بكره طلع قرار بدنا نعمل ريباتريشن عوده طوعيه زي ما صار في 2019 وخلص ما بدنا اياه. شو مصير هاي المشاريع كامله والبرامج هاي اللي راح تصير؟ لانه فعليا انا ما سمعت انه في قرار واضح من الدوله انه قررت الاستبقاء او الاستغناء. يعطيكم الف عافيه. شكرا لك. هو انا بجاوبك على اتجاهين، الاتجاه الاول سياسي مش راح اتدخل فيه بشكل مباشر لانه انا مطلع وقارئ بهذا الموضوع، خاصه في يعني بعض التصريحات الحديثه اللي نشرت في اكثر من موقع على موضوع العوده الطوعيه للاجئين السوريين، ومش راح اتحدث فيها لانه هذا ياخذ شق سياسي. ولكن اذا بدات هذه المشاريع، اغلب المشاريع التنمويه اللي بتم اقامتها هي مدتها من 6 أشهر لسنه. فاظن انه هاي الفتره مش راح يكون اللاجئ عاد او ممكن يستفيد منها لما يرجع لبلده، فانا لما بسوي مشاريع تنمويه بهذه الفتره هو بالنهايه اذا رجع على دولته ان شاء الله بخير وسلامه راح يستفيد منها غاد. انت بتتحدث على انه ما في شيء واضح، وانا باكد لك الكلام هذا، ولكن انا من خلال خبرتي وهذا كلام كتبته بمقال مطول، قلت انه الدوله الاردنيه الدوله الهاشميه على مر العصور استقبلت لاجئين لم تعد لاجئ واحد، وما بدي ادخل بتفاصيل اللجوء اللي بدا بالاردن من سنه 1700 وشيء من اخواننا واخواتنا، بدناش نحكي اسماء لانه في بعض الناس بتاخذوا حساسيه. الاردن على مر العصور كان واحه خصبه لاستقبال كل اخوان المهجرين، وما في لاجئ سوري رجع بشكل انه يعني اجباري. العوده الاجباريه هذه مرفوضه، العوده الطوعيه هي المطلوبه، ولذلك اذا لاحظت حديث جلاله الملك للامم المتحده قبل مده تحدث بشكل واضح عن العوده الطوعيه. قبلها بمده بتركيا الرئيس اردوغان تحدث بشكل واضح عن العوده الطوعيه. وايضا قرانا امور كثيره تتحدث، لانه لا يستطيع المجتمع انه الاردن بتاريخها الهاشمي وبتراثها الانساني انه تحكي للاجئين السوريين بكره روحوا رجعوا، انا اظن هذا الشيء لا يعرف. طيب مين عنده سؤال ثاني؟ بشكل بسيط عفوا، خليني بسيط بشكل لا عفوا بدون مايك. حضرتك حكيت الله يسلمك، حضرتك حكيت على برنامج تنموي، هل فعليا بتعتقد انه في برنامج تنموي من 6 أشهر او يعني لسنه؟ برامج تنمويه يعني الاثر تبعها انا عشان متابع التقييم النتيجه او النتيجه مش المخرج، النتيجه بدك من 6 أشهر لسنتين عشان تلمسه، والاثر اللي هو الامباكت بدك من سنتين لخمس سنوات فاكثر، وبالعاده بيكون خارج سيطرتك فعلا او ما لها نتيجه ملموسه فيه. فاحنا المشاريع اللي بنحكي فيها هي امباكت، هي اثر لخمس سنين، وبنفس الوقت احنا بنحكي قاعدين ممكن سنه وسنتين. فهون احنا بنحكي في حاله انه في شيء من العوده فقط. تفضل يا دكتور زايد، ممكن بس توضيح؟ اتفضل سيدي. مين بده يوضح؟ انا بس بدي اوضح فكره، انا بعتقد في امامنا تجربه احنا شاركنا فيها. طيب بعد دقيقتين معنا على اساس انا بس فكره بس في تجربه مشروع مكاني اللي هو لسه السنه هاي السابعه بتنفذ عبر برنامج في مكت وفي دراسات وفي اجراءات بنسبه 50% لاجئين سوريين، انا بعتقد نسوى انه نطلع عليه كتجربه تعمل. شكرا. طيب خلينا نختم. دكتور تفضل سيدي. نختم معك سيدي. انا عندي مجموعه ملاحظات. تؤمر سيدي، معنا دقيقتين حسب بس الاخت، ولا احنا براحتك انا ما عندي مشكله. مش بالضبط، هو يعني خذ راحتك سيدي. عفوا على اللي تفضل فيه الدكتور الخروج. تفضل سيدي. الحقيقه يا دكتور هاني غير منصف معنا. انت حتى نصبح شرط، وبالتالي نعطى الفرصه لان نقول ما نعتقد انه يساعدك. فانت مش عمالك تعطينا الفرصه نساعدك. هذا الامور تسلخ بطريقه سريعه كثير اكثر مما ينبغي. هذا اثنين دكتور زياد، في هناك دراسات وابحاث انا استخدمتها في مؤتمر في بغداد حتى ناسي والله بسبب السن شو الدراسات اللي انا استخدمتها تشير الى الاثر الاقتصادي الايجابي على الدول المضيفه.
صحيح للاجئين السوريين وغير السوريين، اثر خلق حس ثقافي جديد في بلدان اوروبا، في اوروبا، في المانيا ذاتها، في برلين ذاتها، خلقوا حسا ثقافيا جديدا يعني يختبر الالماني ذاته على اساسه. صحيح. هاي واحد. اثنين، كيف انا بدي اتحدث عن السوري اقتصادا وانسانا بمعزل عن السوري في الاردن وبمعزل عن السوري في سوريا؟ صحيح. حكي مش منطقي. صحيح الكلام. انا لازم اعود الى سوريا حتى احل مشكله سوريا. دكتور عشان بس انا بس بدي اعيد كلامك، انا زرت اخواننا السوريين بمصر، زرت اخواننا السوريين بغزه عنتاب، زرت اخواننا السوريين في بلجيكا وبدول اوروبيه، ولمست الاثر اللي حكيته بنص سوريين. طبعا ما طلع اخر مداخله. اعقب على نقطه واحده، بانه نحن اذا بنشتغل على السوريين بالاردن واشتغلنا عليهم بمنهج معين لمده زمنيه معينه تتعدى 6 أشهر وسنتين مثل دبلوم، في عندي جرحى كانوا تابعين لمركز الجرحى والايواء اللي عندي شباب ومنهم اسمه عاصم والان بالمانيا، عاصم صار له 6 سنين مهاجر، عاصم مبتور وصني واخذ علاجه، اخذ دورة دبلوم بتصنيع وتركيب الاطراف الصناعية بالاردن عندي بمركز البدن. عاصم الان بالمانيا، يعني الحكومة الالمانية سهلت له ويسرت له مركز لتصنيع وتركيب الاطراف الصناعية، هو لاجئ سوري بس هو استفاد من وجوده بالاردن هون واقامته، نقدر احنا نصدر هذه يعني هذه اليد المهنيه. بس نقطه زياده، ومن هون بنرجع على سوريا والان بالشمال بمخيمات الشمال وبادلب بالدعم النفسي وبالتصنيع للاطراف الصناعيه، بقى احنا بنقدر نصدر من عندنا من هون هذه اللاجئين اللي يقدروا يفيدوا نفسهم وبلدهم ويرفعوا اسم سوريا برا. شكرا. بس انا بدي اعمل نقطه اخيره، جيد ان الحوار كلياته صار منسجم او في تفاعل، بس انا بدي احكي بس نقطه بسيطه، انه ما يطبق في دول اوروبا وما يطبق في اكثر الدول يعني صعب ان نفهم الزياده، يعني هذيك الدول عندها يعني الدول اللي بتستضيف عفوا 20,000 لاجئ و30,000 لاجئ و50,000 لاجئ، انا ما بقدر علميا اوازنها مع الاردن، اقول الاردن اللي عندها 1,350,000 لاجئ، واقدر احكي على دوله زي المانيا او دوله زي ايطاليا او غيرها استضافت 20-30-40,000 لاجئ، يعني هذا اعتقد من الظروف للاردن اني انا اجي اقارن ما بينهم. شكرا لكم، وانا شاكر لكم هالمشاركه القيمه، ونعتذر عن اي تقصير، والان بترك الميكروفون مع الاخوه المنظمين. شكرا لكم. يا دكتور، انا بدي احكي لازم تذكر احكيها اللي هي الجانب الانساني للموضوع. لما نجي نتحدث عن اللاجئ السوري، كل مواضيع انطرقت من ناحيه ماديه، احنا كيف ندعمه ماديا، كيف نفتح له مشروع، كيف بده ياكل، كيف بده يشرب، كيف نعالجه، بس النفسيه، الحاله النفسيه للاجئ السوري كيف بدنا ندعمها؟ سايكوسوشيال سبورت. شكرا. هذا مش يعطيكم العافية جميعا، شكرا للجميع، شكرا للدكتور. حناخذ نص ساعة بريك حاليا، حنرجع نكمل على الساعة. فعلياً هيك التواصل البصري بيننا ضعيف جدا. هذا مشكلة. مناسبة. يا ريت.